سيداتي سادتي مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، اليوم 24 من نوفمبر 2017 موعد آخر تقترحه هيئة الحقيقة والكرامة لجلسة استماع علنية أخرى، فمرحبا بكم. نلتمس من السيدات والسادة التفضل بغلق الهواتف الجوالة، عدم التصفيق، عدم التصوير، والتزام الهدوء التام. نستمع الآن إلى النشيد الوطني الرسمي. والآن نترككم مع كلمة هيئة الحقيقة والكرامة. مرحبا بالجميع ومساء الخير. اليوم سنكشف حقائق أو سنقترب من الحقيقة في ما يسمى بملف الرش بسليانة. الهيئة من أهم عهدتها هو كشف الحقيقة. فما شكون اللي يقول أنه المواطن غير ناضج لتلقي الحقيقة، لكن المواطن التونسي أثبت أنه جدير بالتحديات، بالحقيقة وبالتحديات التي رفعها خلال عقود في تاريخ تونس. العكس، أن قبر الحقيقة يغذي الإشاعات، ينمي الأحقاد، يساعد على التوظيف. الحقيقة لا تفرق، بل بالعكس، خاطر قالونا باش تفرقوا التوانسة وقت اللي تناولوا هالملف هذا. احنا نقولوا بالعكس، ماهيش باش تفرق، بل بالعكس، أنه ستبني وحدة، لكن وحدة على أسس صلبة، لأنها تخاطب الذكاء التونسي وتخاطب أيضا أخلاقه العالية. احنا نقولوا اللي دور الهيئة هو أنه تكشف
ماذا حدث ولماذا على أيدي من وفي أي سياق؟ ونحاول نجاوب على الأسئلة هذه، وإن شاء الله اليوم تكون فرصة لتقديم مخرجات أعمال الهيئة في هذا الشأن. أهالي سيليانا قادرين باش يسامحوا ويتويوا صفحة، على شرط أن يعرفوا الحقيقة وما يصيرش استخفاف بمعناها استخفاف بذكائهم، وذلك بتقديم أكباش فدان، لأنه ما يقبلوهاش، هذيك ما اسمهاش حقيقة، اسمها قبر الحقيقة. مهم أن الدولة ترد اعتبار سليانة وأهالي سليانة، مهم أن الدولة ترفع مظلمة التهميش عليهم، وذلك واجب وطني. نحب نحيي أهالي سليانة اللي جاوب حذانا اليوم، واللي جزء منهم أدلى بشهاداته وجزء مازال. نحب بالخصوص نحيي والدة مروان مباركي وأيمن البهلي. تحية لكم جميعا وتحية لأهالي سليانة الكل. سيداتي سادتي، نذكركم بالتزام الهدوء التام، عدم التصفيق، عدم التصوير وغلق الهواتف الجوالة. شكرا. سنبدأ بوثائق يوضع الإطار اللي صار فيه هالموضوع هذايا، وندعوكم إلى مشاهدة هذا الوثائق. تلقت هيئة الحقيقة والكرامة 22 ملفا حول ما يعرف بأحداث الرش بسليانة سنة 2012، منها ملف جماعي. 16 ملفا من بين هذه الملفات يطلب أصحابها التحكيم والمصالحة. كما تلقت الهيئة 15 ملف من تقاضحية في جهة سليانة. وتلتزم الهيئة بكشف الحقيقة حول الانتهاكات طبقا لمقتضيات الفصل 4 من قانون العدالة الانتقالية، وذلك بتحديد هذه الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها، إضافة إلى تحديد المسؤولين عن ارتكابها والنتائج المترتبة عنها. كما يقتضي الفصل 48 من قانون العدالة الانتقالية على الهيئات القضائية وقف النظر في النزاعات المنشورة أمامها بمجرد تقديم طلبات تحكيم أمام هيئة الحقيقة والكرامة، غير أن القضاء العسكري رفض احترام هذا الفصل رغم عديد المراسلات الموجهة له من الهيئة. بل وأصدرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بتاريخ 24 أوت 2017 بلاغاً اعتبرت فيه أن عقد الهيئة جلسة استماع علنية حول أحداث الرش هو خرق لمبدأ سرية التحقيق. ونبه وكيل الدولة العام بالقضاء العسكري بأن مبدأ استقلال القضاء يقتضي امتناع كافة السلطة ومختلف الهيئات عن التدخل في الملفات المعروضة على أنظار المحاكم. استغربت هيئة الحقيقة والكرامة هذا البلاغ باعتبار أن الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها ينص كالآتي: يعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لأجال التقادم، ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها. كما أن الفصل 148 من الدستور يلزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية، وهذا يسري على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. يكشف بلاغ القضاء العسكري رفض التعاون مع الهيئة وخرق دستور وقانون العدالة الانتقالية، وهو ما ينطبق كذلك على ملفات أحداث الثورة. كما صرح الناطق الرسمي للقضاء العسكري في جانفي 2017 برفضه الاستجابة لطلبات الهيئة للنفاذ للملفات المنشورة أمامه، وهو ما يمثل خرقا فاضحا للفصول 40 51 52 و53 من قانون العدالة الانتقالية، الذي يمنح للهيئة صلاحية الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها. في الأثناء قامت هيئة الحقيقة والكرامة في إطار التحري في ملفات أحداث الرش بالاستماع للضحايا الذين أودعوا ملفاتهم لديها،
كما استمعت للشهود الذين لم يودعوا ملفات، واطلعت على تقرير اللجنة المستقلة في أحداث الرش، كما اطلعت على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول هذه الأحداث، غير أن الهيئة لم تتمكن من النفاذ لتقرير وزارة الداخلية بعد الأحداث رغم عديد المراسلات الموجهة للوزارة في الغرض. قبل عديد الشهود الإدلاء بشهاداتهم أمام فرق التحري بالهيئة، وهو ما ساهم في الكشف عن جزء هام من الحقيقة، غير أن الهيئة سجلت رفض بعض الفاعلين في أحداث سليانة الإدلاء بشهاداتهم، وخاصة الأمنيين والنقابيين وبعض السياسيين، وهو ما يمثل خرقاً للفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على واجب الإدلاء بالشهادة أمام هيئة الحقيقة والكرامة. أحدثت ولاية سليانة سنة 1974، وهي تقع في الشمال الغربي لتونس على مسافة 125 كيلومتر من العاصمة. تنقسم إلى 11 معتمدية وتضم 86 عمادة، ويبلغ عدد سكانها 223 ألف نسمة سنة 2014، في حين كان عدد سكانها 245 ألف نسمة سنة 1994 و 235 ألف نسمة سنة 2004. حسب نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2014 بسبب الهجرة الداخلية، تتميز الجهة بعرقة تاريخها، حيث كانت ملتقى للحضارات كالحضارة النوميدية والبونيقية والرومانية والبيزنطية والعربية، وقد كانت مركز حكم إقليمي للقائد حنبال في زاما أو جاما، كما كان للجهة حضور بارز في مختلف الأطوار التي عاشتها البلاد في العصر الحديث، حيث شارك سكانها في ثورة علي بن غذاهم سنة 1864. كما يعد المؤرخ والمصلح أحمد بن أبي ضياف أحد أعلامها الذي ساهم في إغذاء حركة النهوض والإصلاح في القرن 19، وساهمت الجهة في مقاومة الاستعمار الفرنسي منذ 1881 من خلال ثورة علي بن عمار العياري، وفي تحقيق الاستقلال الداخلي على إثر المعركة التي دارت بجبل بارغو في 13 نوفمبر 1954، والتي تكبد فيها المستعمر الفرنسي خسائر بشرية هامة. تحتوي سليانة على موارد طبيعية متنوعة، منها مساحات شاسعة لإنتاج الحبوب وغابات، وبها 40 موقع من المدخرات من المواد الإنشائية كالرخام والحجارة والرمل، وتحتوي على ما لا يقل عن 1800 موقع أثري تاريخي. ويوجد في الولاية أكبر مغارة في العالم، وهي مغارة عين الذهب. تقليدياً تعتبر ولاية سليانة جهة معارضة، وكانت محسوبة على الشق اليوسفي في الصراع البرجيبي اليوسفي، ومن ثم على تيارات سياسية أخرى معارضة، كما أن المنطقة ضمت على مر التاريخ عديدا من رموز المعارضة للأنظمة المتعاقبة على البلاد التونسية. ورغم ما تزخر به المنطقة من ثروات وموارد طبيعية ومناطق أثرية، فهي تعاني التهميش السياسي والاجتماعي والاقتصادي، حيث جاءت في أسفل مؤشر التنمية الجهوية سنة 2012. يتسم الوضع الاجتماعي بسليانة بارتفاع نسبة الفقر التي تجاوزت المعدل الوطني وفاقت 17%، وأدى الفقر إلى ارتفاع هجرة ونزوح سكان الولاية، حيث تراجع عدد السكان من 245 ألف نسمة سنة 1994 إلى 223 ألف نسمة سنة 2014. وتعود هجرة سكان الولاية إلى غياب أدنى مقومات العيش الكريم من تعليم وصحة وبيئة وبنية تحتية. تبلغ نسبة الأمية في سليانة أكثر من 32%، وتتفع النسبة إلى 40% في كسرى والروحية، فيما تحتوي الولاية على مؤسستين جامعيتين فقط. وتعد المؤشرات الصحية بسليانة ضعيفة مقارنة بالمستوى الوطني، حيث تفتقر الولاية للتجهيزات الضرورية، فضلاً على تراجع عدد أطباء الاختصاص في القطاع العام من 42 طبيب سنة 2011 إلى 31 طبيب سنة 2015، ولا تحتوي إلا على مركز واحد لتصفية الدم. وعلى مستوى شبكة الطرقات، فإن أكثر من 80 ألف كيلومتر من الطرقات الجهوية والمحلية بالولاية غير معبدة، بالإضافة لنحو 20 ألف كيلومتر من الطرقات الفلاحية، وذلك رغم أهمية هذه المسالك في دفع القطاع الفلاحي.
كما إن ربط سليانة بالولايات الأخرى كجندوبة يتم عبر المرور بولاية الكاف، وهو ما يعد من نقائص البنية الأساسية في سليانة. تفتقر 8 معتمديات إلى محطات تطهير، كما تشكو سليانة من تلوث مياه الأودية التي أصبحت مصباً للمياه المستعملة، فيما بلغت نسبة الأراضي المهددة بالانجراف والتصحر 72%. ولا شك أن ارتفاع معدلات الفقر تعود من جملة أسبابها لارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 17.6% سنة 2015، وتتجاوز هذه النسبة 27% في معتمدية الروحية. ويعود ذلك أساساً لعدم الأخذ بعين الاعتبار للخاصية الجهوية للمنطقة، لا سيما في المجال الفلاحي والصناعي، عند رسم الدولة لخياراتها ومخططاتها التنموية، رغم أن سليانة تعد منطقة فلاحية بامتياز، وهي التي تضم 431,000 كيلومتر من المساحة الصالحة للزراعة، فإن القطاع الفلاحي ظل مهمشاً وضعيف المردودية لعدة أسباب، منها المردودية الضعيفة للأراضي الفلاحية الدولية الموضوعة على ذمة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، كما يعد القطاع الصناعي ضعيفاً، ويعود ذلك خاصة لضعف شبكة الطرقات التي تربط الولاية بالأقاليم المجاورة، مما جعل مواقع الإنتاج تعيش عزلة، وهو ما أدى إلى ضعف جذب الاستثمارات بالمنطقة. ورغم ما تزخر به سليانة من معالم أثرية ومحميات طبيعية، فإن الاستثمار في مجال السياحة ظل غائباً، سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص، الذي لا تتجاوز نسبة استثماره في هذا المجال 0.3%. تعود المشاكل التنموية في جهة سليانة للمركزية المفرطة ولصعوبات مختلفة، حيث بلغ عدد المشاريع المبرمجة لسنة 2012 لفائدة سليانة 346 مشروعاً بكلفة جملية تقدر بحوالي 222 مليون دينار، غير أن عدداً هاماً من هذه المشاريع واجه عدة عراقيل، منها عراقيل إجرائية مرتبطة أساساً بإجراءات الصفقات العمومية، بطء في إنجاز المشاريع، عدم توفير الاعتمادات، وهو ما أدى على سبيل المثال إلى توقف إحداث متحف أثري، الصعوبات المتعلقة بالإشكاليات العقارية، صعوبات متعلقة بتوقف بعض الأشغال من قبل المقاولين، مما أدى إلى فسخ العقود وإعادة طلبات عروض جديدة، عزوف المقاولين عن إنجاز بعض المشاريع، وذلك بالإضافة للعراقيل المرتبطة بالوضع الأمني. ولمواجهة هذه الصعوبات انعقدت بمقر ولاية سليانة بتاريخ 7 نوفمبر 2012 جلسة عمل لمتابعة سير ونسق إنجاز المشاريع العمومية، حيث بلغ العدد الجملي للمشاريع المتعطلة حينها 27 مشروعاً بكلفة 51.7 مليون دينار. ومن بين المشاريع المعطلة التي تم تداولها وتقديم مقترحات لإنجازها مشروع أحداث منطقة صناعية بالكريب بكلفة تناهز 3 مليون دينار، 10 مشاريع في القطاع الفلاحي بكلفة جملية تقدر بحوالي 5.4 مليون دينار، 3 مشاريع في قطاع التطهير منها تجهيز محطة تطهير ببعرادة وإنجاز أخرى بمكثر، وجميع المشاريع بكلفة 12 مليون دينار، 4 مشاريع في قطاع الطرقات والجسور منها تهذيب الطريق الجهوية رقم 80 وجميعها بكلفة تناهز 17 مليون دينار، 3 مشاريع في قطاع الصحة منها بناء قسم لطب النساء والتوليد بمستشفى مكثر تبلغ كلفتها الجملية 2.6 مليون دينار، مشروع بناء متحف وحديقة أثرية بسليانة متوقف لعدم توفر اعتمادات بقيمة 800 ألف دينار، وتم وقتها إدراجه ضمن المشاريع الثقافية لسنة 2013. وعلى غرار المشاريع العمومية تجابه الاستثمارات الخاصة في سليانة صعوبات جمة، حيث ورد سنة 2012 على لجنة متابعة المشاريع بوزارة التنمية الجهوية 15 مشروعاً معطلاً في ولاية سليانة، وتتمثل أهم الإشكاليات التي تعرض لها المستثمرين تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين هياكل التمويل، صعوبات في التمويل منها عدم قدرة عدد من الباحثين على توفير التمويل الذاتي، نقص البنية التحتية الصناعية. هذا الجزء الأول من الوثائقي اللي يوري كيفاش جهة معناها مهمشة اقتصاديا
بالطبع ثم تركة من المنظومة القديمة، لكن أيضا حتى حكومات ما بعد الثورة المتتالية وقت اللي ترصد اعتمادات جزء هام منها ترجع. علاش؟ على خاطر ما هيش منجزة، على خاطر معطلة. علاش معطلة؟ وقفنا في الوثائقي علاش. إذا نفهم هنا علاش أهالي سنيانة يشعروا بأنهم مهمشين وأنهم كأنهم خارجين على الدولة التونسية. قبل ما نتعداو للجزء الثاني من الوثائقي سنستمع إلى شهادة ضحية من أحداث الرش، وهو السيد طيب كرامت. تفضل سيد طيب. والسيد محمد بن سالم سيقدم لنا أشكون سي محمد كرامت. طيب كرامت اللي مشود لي بشهادته باعتباره كان ضحية الرش في سليانة ومهنته ممرض صحراوية، ولكن كان في منزله أو بصد دخول منزله لما لاحقه الأعوان، وكان الرش دليلا قاطعا أنه ضرب من خلف، يعني ما كانش ضروري أبدا منطقا وقانونا باش يضرب، رغم اني ما كانش قريب لاسوار الولايه مركز الولايه، ولا كان في حاله هجوم. فليتفضل ليوضح ظروف اصابته. شكرا. انا الطيب الكرامتي، عمري 52 سنه، يوم الواقعه 28 كنت قدام داري، في الدار قريبه المقر الولايه ما تبعدش ياسر، قرابة 150 متر و 200 ماكسيمو، وكانت الأحداث الكل بريس قدام داري، اللي هارب والواحد والشرطة اللي تعاوز والواحد يضرب يضرب بالسلاح اللي يضرب بالقنابل المسيلة للدموع، كانت مناظر من الفزع، والواحد اللي مرعبة جدا فعلا. المنزل متاعي كان مستهدف للضرب بك القنابل المسيلة للدموع، اللي الواحد ما ينجمش يقعد لحظة في دار. في الأثنين قاعد البر ثم ناس جاية تجري هاربين، والشرطة تحاوز فيها. أنا قدام داري بالضبط ما عنديش واحد، ما مشوا الناس بدل لك الشرطة تقربوا، ثم خزنة متاع ما جاية مقابلة داري، تبعد على داري يمكن 15 متر وحاجة، جاء وراهم بعد بدا قد مقتي. أنا ريتو دخلت دورت داخل الداري، طلعت ثلاثة درجات في الدروج وضربني، كي طحت في الدروج حتى عندي أثار متاع عنف في ساقيهم وقدام، أثار الرش كله في الشير الخلفية من اللوطة. أكد ثلاثة درجات كانت الضربة تجيني الفوق، وقت طلعت ثلاثة درجات جتني اللوطة، الضربة كله جاء في الساقية زوز من تالي. في وقتها ثم ألم كبير ياسر، ثم شعور ما نجمش حتى إلى الآن باش نوصفه، صعيب ياسر باش نجم نوصفه، فهمتني؟ في اللحظة ذيك ما عرفش كيفاش أنا دزيت الباب ساقي زيت سكرته، قلت يدخلوش علي ولا حاجة، قعدت نطيش في الدروج. مشوا ثم اللي من بعيد داك اللي هاربين وشافوا كيفاش تضربت، جايين يدقوا عليا، حسيت أنا ما فزيت وحليت الباب وخرجت لهم. ما نعرفش روحي كيفاش بالحق، الحرارة وجيعة دم يجري، جيت من اللوطة ونجمش حتى الإنسان كيفاش. لحظات جيت كهربت الحماية ما عرفش كنت طلبها، هزوني الحماية للسبيطار، استقبلوني غادي كبقى على التصوير متاعي. عندي كمية مرش ما تتجاوز نجم نقول كمية الكعب، ما نجموش ينحوها، ثم عملوا محاولات اللي غارقين. أول حاجة المسافة بيني وبين اللي ضربني قريبة ياسر، 10-12 متر هكاك، معناها قريبة المسافة. اللي جات الكمية متاع الرش الكل جات في أنا، فهمتني؟ ثم جمعية بعدها جت جمعية تكفلت، جابوا جاء فيها الدكتور دينجزلي ضاي من سوسة، يخدم أستاذ جامعي وعدى لي حاول باش ينحي ما نجمش.
قال لي ننصحك متخلي حتى بشر ينحيلك ولا يبسك، راك مهدد باش تتشل خاطر العصاب الرشة ذاك مسر عصاب وعروق تقع لك الواحد، ولا العصاب اللي كان يضرر وما عادش تمشي لل بون هذاي بروفيسور معناها ما عندكش باش تمشي. حتى اتصلت بيه قداش من مره قال لي ما ثمش حتى دواء اللي يسكن، لانه الوجيعة تحرق التو تحرق في حمام في اي حاجه ما تتصوروش معناها الم اللي انا كنت نتذكره بالحق حاجه شيء رهيب. بون بعد المده ذيك طلبوا منا باش نمشوا للاتحاد، مشينا للاتحاد الشغل هزينا الواحد خذينا شهادة طبية أولية هزينا قبلناها قالوا تعطونا الأصل. وأنا في البريود ديمت مغاد وعندي مصوى صاحبي مشيت له صورني، معناها عندي تصور واحد معناها موجودة لهنا الآثار والواحد والكمية متاع الرش اللي مسلط عليا بصفة غريبة ياسر. بغاها قبلتنا كل الواحد تونا بعثوا لكم مشينا قعدنا واحد هاو ثم واحد ثم طب راتي استغفر الله العظيم محامين تعهدوا باش ياخذوا القضيه هذه وتونا دولك فرد فرد باه كل مره نمشي تونا دولك. الاخر مره قالوا راه باش يعرضوكم باش تمشوا تعملوا تدلوا بالابحاث نتاعكم في المنطقه نتاع الحرس. بامشي ثم شكون نعرف هذه قال يزمك تجيب الشهاده الطبيه الاصليه انا ناخذ منها فوتوكوبي. جات الاتحاد عطيني قال لي ما عنيش بعد انت قدمت انا قلت له قدمنا لكم الكل قدمنا لكم من نهار اللي جينا قدمنا لكم شيء طبي طلبتوا الاصليه عطيناها لكم ما دام انتم سلطه في البلاد عطيناها لكم. مش قال تمشي تعاودوا تعملوا شيء اخر كيفاش مشينا للسبيطار قال لك لا تمشي للمحكمة تاخذ إذن من عند رئيس المحكمة يعطيك. مشينا للمحكمة عطانا إذن واحد مشيت قال لك رجعت للسبيطار طبيب المشرف ثم اللي عليه قال لي راهو ما عادش راهو قالوا لنا ما عادش تعطوا حتى شهادة أو عندنا طلبوا منا باش نحينوا لهم قائمة اسمية بالتواريخ حسب كل واحد اللي جي اللي بقيت في الريجيستر بتاع القسم الاستعجالي. مشيت قلت له حاسب هزيت النسخه اللي عندي وحاولت مشيت لمنطقه الامن قالوا راه وقفنا ما عدناش نعملوا في الابحاث خذوك عبيت من الاول نهار الاول نهار الثاني خاطر الناس برشا قالوا ما نجموش ناخذوهم الكل يلزموا ياخذوا كل يوم مثل 40 50 30 حسب الاستطاعه نتاعهم شي نجموا يبحثوا. قالوا راه وقفنا ما عدناش طلبوا منا باش ما عدناش ناخذوا اقوال حتى واحد. شكون الفريق مشينا للمكتب الاستاذ بن موسى اللي هو الفريق ذميكا واللي هو متاع مشينا تونا بعثوا لكم تونا الى حد الساعه ما بعث لنا حد وما واحد نمشي للاتحاد اسمك هو موجود ها هو في القائمه شفتها ثم عاملين تابلو رقم 91 هذا مسجل في الاتحاد الى حد الان ما عملوا لنا حتى شيء لا بعثونا لا حتى شيء ياخذوا اقوالنا. هذه اول مره انا ندلي به الاقوال نتاعي على الملا قدام الناس الكل اول مره. احنا اولاد سليم ماناش طالبين وماناش متاع مشاكل وماناش واحد المصارحه طالبين المصارحه لكن اعطينا شكون المتسبب شكون اللي ضرنا نطلب المساءله ونطلب التعويضات انا البدنيه ولا اللي حصلت لنا لان في ديما في ذكرى الرش في سليانا يجي شكون من اي احزاب من مسلط ايه حتى نشوفوكم وضعيتكم ما ثم حتى شيء يجي العام الاخر نفس الشيء تو انتم من 2012 تو 5 سنين هاي الذكرى جد متاع الرش ما ثم حتى شيء لا حكومة استدعتنا ردت لنا اعتبارنا ولا حتى هونت علينا وإلا طبطب عليه الواحد ثم حكاية بلاش نحكيها طفل صغير بوه داخل
عرض له دزه طاحت فلو بدأ يبكي. جاء في تركينا وقعد يشهق، قعدك الطفل يشهق. أبوك عاد وقت بعد خسر الولده قعد يشهق مشى، قال له يجي الطفل مشى له يجري. لهنا هذه رسالة في حد ذاتها، كان أخزر البو يظلم والولد يسامح. احنا مانيش ضد التسامح وضد رد الواحد مع رد الاعتبار وعلى المسائل. شنو الضحية؟ أهالي سليانة ديما ضحية من عهد البرجيبي، من عهد الواحد التو، عهد الزين التو، من البلدان المنسية تكاد تكون معدومة. مانيش باش نحكي ثم حوايج طرائف على الملأ في التلفزة وقت رئاسة الحكم، مانيش باش نذكر أسماء ومانيش باش نذكر ناس كل تعرفها وتستشهد بها التو. احنا لهنا شنو؟ يعني واحد مانيش باش نتسائل على مصيري شنو؟ انا عمال حالتي تزيد تتعقد، ما عادش نجم نمشي. مرة فاتت انا نمشي واحد كلمني من تالي، تلفت له نحالي مريت من نحالي مريتي وهرب بيجري سرق هيلي. ما نجمتش نجري في جرت، ما لقيتش ساقي ما لقيتيش. بديت والله صدقوني نبكي، مانيش على مريات، نبكي الصحة اللي خانتني ساقي اللي ضربت هذه وخسرتها. انا ما لقيتيش وقت حاجتي بها صحته الانسان، وقت حاجته بها ما لقيتيش. فهمت وقتاش؟ اذا كان احنا دولتنا هذه وما تردناش اعتبارنا وما تعتذرش لينا، شكون باش يعتذر لينا؟ ما جزء منا، واحنا جزء من الشعب هذا وجزء من الحكومة، والحكومة احنا اللي انتخبناها واحنا اللي نصبناها واحنا اللي نساندوا فيها. لهنا نتسائل هنا على مصيري. الا درى ان الرش اللي التو فوق المية كعبة في بدني شفتوها في التصاور وفي البحث، شنو مصيري؟ شنو الأضرار اللي نجم تضرها بي؟ المادة اللي يسيبها الرصاص هذاك شنو؟ مشيت حتى سألت حتى الواحد، ثمش دي لابوراتوار سبيسيفيك يعملوا التحاليل للواحد. طبيب مشكور يرحم والديه قال له يزم ناخذوا لك نعملوا الكنسيزيون نحو كعبة، ومن طول نعملوا بيوبسي ناخذوا طرف من اللحم وباش يتحلل أكل كعبة هذيك منيش متكونة وأكل اللحم اللي داير بها، ثمش ضرر ثمش إفرازات قاعدة تسيب في هذيك، مش نجم نقيموا ضرر؟ هنا في تونس ممكن؟ مش ممكن. شكون باش يداويني؟ يعني شكون باش يعالج؟ الواحد امكانياته محدوده، ما الناس كلها تعرف. لهنا نتسائل، هل الحكومه هي مستعده باش تعالجنا وباش تداوينا وباش توفر لنا سبل الراحه؟ والواحد حتى كي يرقد يرقد مرتاح؟ ما رقدش مرتاح، انا نرقد نحك. انا كان وريكم سقايه تو تجري بالدم من الحكين، اللي يشوفني نحك نقول لك هذا مسخ حشيكم ولا اجرب ولا به حاجه، وهو ماكل الحراره من داخل تو تاكل. لهنا ماناش ضد المصالحة وماناش ضد أي حاجة، فهمني؟ الطلب اللي نطلبوه هو الحكومة هذه قد ترد لنا اعتبارنا، تقدم لنا الاعتذار متاعها وترد لنا شرفنا وكرامتنا واعتبارنا وتعوض الأضرار اللي حصلت لكل المتضرر. مانيش نحكي على روحي شخصيا، فهمني؟ بالشيء اللي يرد له كرامته ويرد له هيبته، اللي فقد عينه واللي فقد من عرشنا واللي فقد الكل، حوايج إيريفرسيبل ما تتعوضش. تفضل اللي حب شي يسأل حاجة. شكرا شكرا سي طيب، كان شهادتك كانت مؤثرة وواضحة. الأمر هو أنه ملفك ما هوش موجود في القضاء، ما هوش موجود لدى هيئة الحق والكرامة، لأنك قالوا لك ما تصبش ومشيت ما صبيتش، وبالتالي حقك ضايع فعلا. وهذه مسألة سنطرحها مع المسؤولين في الدولة على الأقل، خاطر ماكش وحدك في الوضعية هذه، أنه لقيتوا أنفسكم يعني ضحايا دون جهة تتكفل بملفكم. إن شاء الله عندي الوثائق اللي تدل الواحد، مانيش نتكلم معك. احنا متأكدين من ذلك، وإن شاء الله نلقاو حل اللي الدولة تتكفل بهذا الملف بجدية. وشكرا سي طيب. يرحم والديك، نشكركم على الاستماع. باش نسمع توا شهادات أخرى مسجلة اللي فيها تقرير الهيئة حول هذا الملف، وبعد سنسمع نستمع أيضا إلى ضحية ثانية باش تجي تشهد، وأخيرا سنبث لكم وثائقي فيه شهادات المسؤولين
السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، معناها باش يكون آخر فقرة من هذه الحصة متاعنا، وإن شاء الله يعني تكون مفيدة لكم. إذن لنستمع للجزء الثاني من الوثائق. شهد شهر نوفمبر 2012 بعد تحركات احتجاجية في عديد الجهات من البلاد مثل سيدي بوزيد وقفصة والقصرين وجابس والكاف، ارتبطت جميعها بالتهميش والبطالة الذي تعانيه هذه المناطق. وساهمت عديد الأسباب في تأجج الاحتجاجات وانفلات الوضع في سليانة في نهاية شهر نوفمبر 2012، منها شعور بالظلم والدعوات الدائمة لتحسين الأوضاع التنموية، علاوة على حالة الاحتقان بسبب اعتقال شباب من الجهة دون محاكمة في حكومة قائد السبسي، على خلفية احتجاجات 2011 والتي تعرف بقضية 106. ما زاد حالة الغضب حدة في مدينة سليانة هو نتائج مناظرة التعليم الأساسي، إذ كان نصيب ولاية سليانة 7 منتدبين من ضمن 1500 منتدب، أي بنسبة 0.58%. أما بخصوص مناظرة التعليم الثانوي، لم يتجاوز نصيب سليانة سوى 12 منتدب من مجموع 1500 على المستوى الوطني، أي بنسبة 0.1%. تمثلت شرارة الاحتجاجات في خلاف حصل يوم 21 من نوفمبر 2012 بين الكاتب العام للولاية والكاتبة العامة للنقابة الأساسية بالولاية، تحول إلى اعتداء مادي على الموظفة اعتبره الطرف النقابي إهانة من قبل السلطة الجهوية والوالي بالذات. اقتحم محتجون نقابيون مكتب الوالي يوم 22 من نوفمبر بعد أن أعلن الاتحاد الجهوي للشغل يوم إضراب مطالبا برحيل الوالي. أعلن عن إضراب جهوي يوم 27 من نوفمبر، وانطلقت في هذا اليوم مسيرة حاشدة نحو الولاية، وتصاعد الاحتقان بين رشق بعض المتظاهرين لمبنى الولاية بالحجارة وبإلقاء القوارير الحارقة المولوتوف محاولين اقتحامها. من جهتها استعملت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والهراوات ضد المتظاهرين. أوفدت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية كبيرة من عدة جهات على غرار تونس العاصمة باجة قفصة والكاف، ضمت عدة فرق أمنية أساسها وحدات التدخل وفرق الأمن العمومي، وذلك منذ يوم 26. وعين مساعد المدير العام للأمن العمومي في وظيفة القائد الميداني للعمليات بسليانة، والذي يرجع له النظر في كل القرارات الميدانية وفق الإجراءات المعمول بها. سجل حرق مركز الأمن الوطني بسليانة في ذلك اليوم من قبل المتظاهرين. في المساء تم استعمال الرش بكثافة لأول مرة من مسافات قصيرة، كما استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع الذي وصل للمنازل في الأحياء المجاورة للولاية، وهو ما سبب أضرارا للنساء والأطفال. تواصلت المطاردات الأمنية ليلا في الأحياء الشعبية حي الطيب المهيري وحي المسيكنة وحي صلاح، وألقى خلالها أعوان الأمن بعض القنابل الغازية داخل المنازل والمحلات المغلقة، وسجلت حالتا إجهاض، ناجية الشعيلة وهادية البرقاوي، نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع. سجل إصابة العشرات من المتظاهرين في مناطق حساسة من الجسم، وخاصة على مستوى الوجه والظهر، نقلوا إلى المستشفى الجهوي ثم إلى معهد الهادي الرايس للأمراض العيون بتونس بالنسبة للحالات الخطيرة. اتخذ وزير الداخلية قرار وقف استعمال الرش على إثر توافد الضحايا المصابين بالرش إلى مستشفيات تونس العاصمة. واصلت القيادة الأمنية استعمال الرش بكثافة، وشهدت سليانة سقوط عدد مكثف من الضحايا جراء الاستعمال المفرط للرش. تواصل الإضراب العام الذي وقع اتخاذه من طرف الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، وتجمع عدد كبير من المواطنين أمام مقر الولاية احتجاجا على الحملة الأمنية التي استهدفتهم في الليلة الفارطة. تعرض بعد الظهر الصحفي حمدي تليلي ودافيد تومسون مراسلي قناة فرانس 24 خلال تصويرهم للأحداث إلى إصابة بالرش بنحو 60 حبة استقرت معظمها بظهر تومسون. كما تعرض الصحفي عبد السلام السمراني إلى كسر يده اليمنى جراء ضربه من طرف عون أمني بالزي النظامي. قام رئيس الحكومة السيد حماد الجبالي بتصريح زاد من الاحتقان في الجهة. قامت مجموعات من الشباب بغلق بعض الطرق والمنافذ المؤدية إلى مدينة سليانة بواسطة حجارة كبيرة الحجم والعجلات المطاطية المشتعلة في معتمديات مكثر والعروسة وبرقو، لمنع التعزيزات الأمنية الآتية من عدة جهات. سجلت إصابات في صفوف قوات الأمن، أمن عمومي، وحدات التدخل، حرس وطني، 131 كدمات وثلاث كسور حسب مصادر أمنية. في منتصف النهار وصل وفد من وزارة الداخلية بقيادة كاتب الدولة السيد سعيد المشيشي
وحاول التحاور مع ممثلي الاتحاد الذين رفضوا الحوار بسبب المعالجة الأمنية للتحركات الاحتجاجية. الناطق الرسمي لوزارة الداخلية سيد خالد طروش أكد حرق 3 مراكز للأمن والحرس الوطنيين، مركز الأمن الوطني ببعرادة، مركز الأمن الوطني بمكثر، ومركز الحرس الوطني ببرويس، حرق جزء من معتمدية مكثر، اقتحام القباضة المالية بمكثر ونهب محتوياتها. تواصل الإضراب العام في ولاية سليانة لليوم الثالث على التوالي، والتنديد بالتصريحات الرسمية ذات العلاقة بالأحداث الجارية في الجهة والتي اعتبرها الأهالي استفزازية ومهينة. تحول عدد من السياسيين إلى سليانة تضامناً مع أهاليها، وسجل خلال هذا اليوم انسحاب قوة الأمن من محيط الولاية. انتظمت مسيرة رمزية للمحتجين وهم يغادرون المدينة في إشارة لعدم البقاء في الولاية في ظل عدم الاستجابة لمطلب إعفاء الوالي. أقالت الحكومة يوم 1 ديسمبر والي سليانة استجابة لمطالب المحتجين وسعيا منها لتهدئة الأوضاع. أوجبت مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة بمقتضى قرار الجمعية العامة في 17 ديسمبر 1979 في فصلها الأول على أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تأدية الواجب الملقى على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية مع واجب احترام الكرامة الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان. واشترطت المادة الثالثة من المدونة على ضرورة توفر شرطي الضرورة القصوى والتناسب عند لجوء هذه القوات لاستعمال القوة مقابل تفعيل مبدأ المساءلة القانونية للموظفين المخالفين لهذه الشروط. لقد جاء القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، متماشياً مع ما ورد في مدونة قواعد السلوك الأمامية من خلال الرابط بين استعمال القوة وشرطي الضرورة القصوى والتناسب. هذا وقد ضبط النص في الفصل 21 الطرق المعتمدة في تفريق التجمهر بالقوة، واعتمد فيها أسلوب التدرج تبدأ بالرش بالمياه والمطاردة بالعصي، الرمي بالقنابل المسيلة للدموع، إطلاق النار في الهواء، إطلاق النار صوب الأرجل، وإطلاق النار مباشرة نحو المتجمهرين في صورة إصرارهم على بلوغ مقصدهم بالقوة. وبالعودة إلى الشهادات التي استقيناها، فإنه لم يتم احترام ما ورد بهذا القانون، ذلك أن قوات الأمن لم تعتمد أسلوب التنبيه على المتظاهرين بضرورة التفرق، كما أنها لم تعتمد التدرج في استعمال القوة، بل أصرت على ملاحقتهم في الأنهج والشوارع البعيدة عن مقرات السيادة الذي كانوا يحرسونها، مستعملة في ذلك الغاز المسيل للدموع بصفة مفرطة وإطلاق رصاص الرش المحرم دولياً. صدقت تونس على اتفاقية جنيف المتعلقة بحظر أسلحة تقليدية معينة وللبروتوكول الأول المتعلق بالشظايا، وذلك دون تقديم أي تحفظ، وبذلك تكون الدولة التونسية قد ألزمت بحظر استخدام هذه النوعية من الأسلحة على البشر. حسب كل الإفادات التي تلقتها الهيئة وما تم معاينته، تمكنت الهيئة من استخلاص ما يلي: بدراسة أماكن تواجد الضحايا عند إطلاق النار يتبين أن هناك طابع عشوائي لاستعمال الرش، وفي وضعيات لا تتوفر فيها شروط الدفاع الشرعي عن النفس ولا واجب حماية المقرات السيادة والمرافق العمومية. ثبوت استعمال الغاز المسيل للدموع أثناء وبعد إطلاق الرش يفيد بأن استعمال الرش لم يكن ضرورة حتما نفذ الغاز. معظم الإصابات كانت مباشرة في الوجه وفي الظهر، وزاوية الرماية كانت تستهدف فردا بعينه، أي أن الرامي كان مباشرا، مما يؤكد أن الأعوان لم يكونوا في حالة دفاع شرعي عن النفس. نوع الذخيرة المستعملة: هي تصنف كذخيرة انشطارية، وهي محرمة تونسياً ودولياً. العيار المستعمل هو عيار 12، وهو نفس العيار الذي يخول استعمال الرصاص المطاطي الأقل خطورة. قطر كل واحدة ما بين 2.25 مليمتر و 2.5 مليمتر. أغلب الأعوان الماسكين لبنادق الرش هم من الشبان حديثي التخرج، في حين أن استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة يتطلب خبرة ومستوى عال من ضبط النفس والتدريب. لقد تم إدراج نوع جديد من الذخيرة في عمليات حفظ النظام ومكافحة الشغب دون بيان ضوابطه الإجرائية والقانونية. السلاح المستعمل: بندقية صيد، بندقية بالمضفة، شوتغان أو شوزن. والنوع المستخدم في أحداث الرش هو النوع النصف آلي والتقليم بالمزلاق. ورصاصات هذا السلاح متنوعة
وتختلف في العيار والسرعة والمدى، ولكن إجمالاً تتكون معظمها على كرات من الرصاص، يتفاوت حجمها وعددها حسب نوعية الاستخدام، كما يمكن استخدام الرصاصات الأحادية من 3 إلى 4 متر. كرات الرصاص تكون مجتمعة عند انطلاقها. تركت الأحداث أضراراً جسيمة على الضحايا تبقى ما ورد بالتقرير الرسمي للحكومة وبقية الأجهزة الصحية اليوم 20 نوفمبر 2012، حيث بلغ عدد الضحايا 338، تم قبولهم في المستشفى الجهوي، ومن بينهم 30 حالة خطيرة تم نقلها إلى العاصمة، منها 14 حالة خضعت لعملية جراحية، فيما تم توجيه 4 حالات إلى الخارج. توجهت الهيئة بعديد المراسلات إلى وزارة الداخلية لإدلاء الأمنيين بشهاداتهم حول أحداث الرش، ولكن الوزارة رفضت الاستجابة لذلك، كما رفضت مد الهيئة بالتقرير الذي أعدته في الغرض. هبط من الواجهة، هبط في نسبولة الطريقة ذاك، ضربوني المرولة بالمطراق في آخر النهجة ذاك، وبعد تعديت لهنا ثم بوليسية مغادي، وثم العبيد النهجة ذاك كلها معبي بالعبيد الوسط بالضبط، ثم بنية مضروبة بالغاز وقت للأمن مغادي، قلت لكم مسكرين مغادي، اعتدوا علي المرة الأولى غادي، تفهم فيا ولا؟ بعد تعديت في الطريق والعبيد جت من هنا تسكرت هذه كلها بالعبيد، ثم بارتية متاع حاك فين البوتيك مغادي، وثم الترونش الأخرى قدموا فين البوتو هذا، فهمتني؟ أنا هزيت البنية من هنا الخطر يجريل ظاهر ماشيلها بالشد، هزيتها بعتها الكوان غادي بالضبط، وعلى دورتي دورتك تلفت نحس كأن موسى ضربتني في عيني، ونشوف الدم كيفاش هابط من عيني. أنا في حي سكني، احنا تو ما ثمش مقر زياده لهنا، ضربت لهنا في عيني، حتى كي يجوا حبوا العباد تسعفني، معناتها الحاكم بقى يضرب فيهم بالرش وكل شيء، كنت مطيش لهنا يمكن قرابة نص ساعة، لما جوا هزوني معناتها ودمي وكل شيء في عيني، عندي 14 كعبة رش في وجهي، كعبتين في عيني، عملت 4 عمليات في فرنسا، 2 عمليات في بلجيكا، وعملية في تونس، في هذوما امتدوا من 4 ديسمبر، من نهار تضربت عملت عملية في الهدي الرأس، معناتها إغلاق الثقب. وبعد مشيت لفرنسا عملت عملية على حساب الدولة، ولقيت معناتها 5 عمليات تكفلت بهم وحدي على حسابي الخاص، بسبب التويك الرش مازلت نعاني منه في وجهي، عندي 12 كعبة نحو لي كان كعبتين، كعبة في فرنسا نحوها لي من عيني، وكعبة نحوها لي في بلجيكا، والتويك بعد 5 سنين قاعدين نستنوا في الحقيقة وفي الكرامة وفي المطالب اللي خرجنا عليهم باش على الصليانة، مازال معناتها الشيء هذا مازال ما صارش منه حتى شيء. خرجت العباد من الولاية، خرجهم الأمن وبدا يضرب فيهم بالكرمجان، ووقتها العباد هربت رجعت التالي هاربة من الكرمجان من الواحد، وأنا داري مقابل الولاية، معناها فهمتني بحكم داري مقابل الولاية، الكرمجان شطروا تعدى للدار، زوجتي موجودة في الدار معنا بحكم واحد، وهي وقتها حبلة واحد، وقالها في الشهر السابع قالها أزهار. نهار 28 نوفمبر 2012 تضربت في البلاصة هذه، هو واقف لهنا وأنا واقفة بحذا تاكسي صفراء بحذا البوتو، وضربني ومن بعد جاي يجري باش يزيد يضربني، ضربني بالرش بالسلاح كأنه طاحت، جاو جماعة بالتوك توك، ما فهمش أمبيلونس، ما خروش الأمبيلونس تدخل، جاءوا جماعة بالتوكتك ولاد حليل هزوني حتى الرومبوا سومبلا، ومغاديك جات الامبولانس باش هزوني للسبيطار عملوا لي الاسعافات الاوليه. كان يتصور انه باش يوقع باش يتمارس علينا هاك الممارسه هذيك ونضربوا بالرش، العباد كانت تجري ماهيش فاهمه اللي كان يجري قدام واللي كان يجري التالي، وهذاك علاش كان ثبتوا في الحالات اللي ضربت بالرش نشوفوا معظمها ضربت من التالي، واللي ضربوا في وجوههم كانوا في حاله، ما كانوش في حاله هجوم، كانوا في حاله هلع، وكانت كانوا في حاله من مش مصدقين ايش قاعد يوقع، واللي ضربوا من التالي كانوا في حاله فرار هاربين. اللي شفناه انه خاصه النهار الثاني وانا كنت في المستشفى، وجا بداوا يجوا الضحايا جاوا في اوقات متقطعه، يعني انه كان الامعان وكان الاصرار على كان اصطادوهم في الاحياء الكل، وهذيك الرمزيه معناتها اللي يحبوا يواجهوهن تواجهوهن وزاره الداخليه وقتها انه رانا نتابعوكم في اي بلاصه. عملت 5 عمليات، عملت 3 عمليات على عيني هذيا، ركبت عليها عدسه خاطر ما عادش لازم، وعيني الاخرى ما عادش ضرت،
خرجت عليه لفرنسا وزدت عملت عليه عمليه وما نجحت ليش. عملت في تونس لين زوج عمليات ما نجحت ليش. زدت خرجت لفرنسا عملت عمليه اخرى وما نجحت ليش. فهمني قالوا لي راي ما عادش فيها شبكيه ضربت برش. عملت سيكاتريس كبيره فهمني. هاي هذه اليمين. زدت عاودت رجعت لبلجيكي مره اخرى فهمني. ثم طبيب بيه يحكوا عليه بعدين كي مشيت له قال لي طارق راهو ساي معناها شبكيه ضربت برش. عملت سيكاتريس كبيره. قال لي راي ما عادش فيها. لا حسب الدولة نورمالمون. أما من بعدها من بعد ما نورمالمون يرجعونا عندي رونديفو أنا في فرنسا وفي بلجيكا ما رجعونيش. هذا؟ هذا في 2014. مشينا بالأربعة خلطنا حكاية مس ساعتين غاديكا سليانة ديجا من قبل ما تخلط بسليانة ب 30 كيلومتر ب 40 كيلومتر تلقى الكياسات كلها مسكرة يعني صعيب حتى باش تخلط لسليانة. كي خلطنا لسليانة نلقاو بلاد فارغة كان أحجر كان الحاكم كان الغاز بلاد عبارة ذكرني في أيامات الثورة في تونس 2011. وقت اللي خلطنا حطينا الكرهبة قدام المنطقة بتاع الحرس المنطقة ما فيها حتى شيء عبيت تعرك كان مع البوب الرنفور اللي جاء ما تعركوش مع الحرس الحرس فارغة حطينا كرهبتنا قدامه. رجعت للكرهبة هزيت لي كاسك بتاعي وتاع دافيد لبسنا لي كاسك ومشينا. وقت اللي مشينا حاسين ما نجمناش نخلطوا الأمن أمن يضرب مقابل ونحن جينا بالزهر مع شيرة المواطنين وحنا مع المواطنين يعني قاعدنا المواطنين يضربوا بالحجر في وسط الكياس وواحد جانا يوري يعري في روح ويوري فينا شوفوا شوفوا الرش شوفوا بدني هو مسكين مازال يعري فينا ويضربونا بالرش. وقت يضربونا ضربتين مع بعضهم هما وانا عاتي بظهري انا ودافيد جاني في جاب ربي وجوهنا بالكاسك حميناها جاني في ظهري وفي ظهر دافيد وهو طفل لي عري في روحي يوري فينا في الرش زيت تضرب عاود تضرب مره اخرى بالرشه فهمت. نهارتها ما فماش برشا غاز هذه اللي قلت لك علاش قلت لك الحاكم تبلوكه غادي ما عادش عنده حتى مويا اخر باش يضرب به خلاف الرش نصور فهمت. وقت اللي دخلنا اللونه جاكيه مع العبيد نصوروا عبيد صحيح كل مره يجيبوا واحد مضروب كله دم شيء في عينيه شيء في بدنه شيء في 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 وجهه. عبيد ضرت بالكدي بالرش ضرت بالكدي بالكدي لا خاطر لا حتى وقتها كي نحكيو مع البوليسية عبيد تقول لك راه عندي ثلاثة أيام حتى كاسكروت ما نجمش يخلط لنا فهمت. كي واحد ما خلطلوش كاسكروت زعما باش تخلط له الغاز ولا باش تخلط له الرش والكرتوج اختبارات معناها للهذوما متضررين من الرش هو ديجا ما تنجم تعمل اكسبيرتيز ولا ما سي الحالة وصلت لاستقرار. هو رصاص صغير على الأخر ينجم يكون حتى في العين ولا حتى في تحت الجلدة تحت الجلدة متاع الوجه وكل انتي والحالة انتي والوين وصل معناها ينجم العين ما تتضرش كيما ينجم يعطينا أضرار كبيرة برشا. في بعض الحالات وصلت لفقدان البصر 25% 56% هذا هذو مزوز عيني دخلت مسو. ابتهال عبد اللطيف تفضل. شكرا. إذن سنستمع لشهادة السيدة سعاد طعم الله من مواليد سليانة سنة 1960 وابنتها صابرين السلامي من مواليد 1995. السيدة سعاد ربة بيت تعيل عائلتها من العمل الفلاحي الموسمي. ذكرت أنها غادرت منزلها يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2012 صحبة ابنتها قصد قضاء بعض شؤون المنزل. وبعد ابتعادهما بعدة أمتار تعرضتا إلى طلق مباشر والإصابة بالرش في أماكن مختلفة من الجسد. على إثرها تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي بسليانة من طرف الأجوار. إلى يومنا هذا لا زالتا تعانيان من تواجد الرش بجسديهما. ورغم الآلام الشديدة التي يسببها بين الفينة والأخرى لم يمنع ذلك صبري من مواصلة الدراسة وهي اليوم طالبة سنة ثانية تصرف. في حين تكابد والدتها السيدة سعاد مواصلة أعمالها اليومية بمشقة كبيرة. تفضل بتقديم الشهادة. أنا أهلا عن سلامتكم. أنا سعاد تعمل ساكنة بسليانة حي الطيب المهيري بعيد شوي على الولاية لمحال. أنا نهارتها أبوه زوجي مش هنا خرج البارة في زنيزة عنده شكون ماتله وخرج للريف. قلت انا ما عنديش حتى شيء في الدار لا عندي مكرونه لا عندي سميد لا عندي خبز معناها العطارات الكل مسكري نستعمل ما نستعمل معنا في الكريدي في الخبز مسكر. هزيت بنتي من يديها مشينا باش نشرو الخبز
قربنا شويه مازلنا في الزنقه كخرج هبط من نحن مازلنا شادين بعضنا كاينش من بعضنا هبط من الكهربه من اللي هبط طول ما بيني وبينه كان 10 متر ضربني تو كي ضربني جت بنتي يعني كي جت شفنا نحن معناها جت شفنا المكحلة كاي شفناها لفتنا وجوهنا للخلية كي لفتنا وجوهنا للخلية بنتي جاها في العروق نتاع كرومتها ناي جاني في صدري جاني في ساقي وجاني في داي طحنا الزوز سميك ما فرنيش معناها بدي الدم يجري منا ونتريقوا الزوز وطحنا دخنا ما فقناش شكون جه هزنا شكون ما هزناش فقنا انا نقول روحنا اني فقت الست ما 11 فقت الست نتاع العشية خاطرني انا عندي فقر الدم وعندي تشيش العظام بنتي تحت العملية معناها أنا أخي فقت الستة نلقاها معناها ينحولي شوي في الرش ويدو في على فقر الدم وبنتي نحولها في الرش من كرومتها هكا هاو العشية آخر مع 9:30 نتاع الليل روحوا بينا للدار كي روحوا بينا للدار لا جبنا دواء لا عطونا حتى شيء لا معناها لا جانا حتى وفد معناها باش معناها يعالجنا ولا يعطينا دواء بقيت شناي من حالة الرش كنت نخدم معنا منزلية كنت نغسل صابون كنت نمشي للفلاحة كنت نعمل بالمسحة كنت نعمل معناها نخدم كل شيء نمشي حتى نقلع البصل نقلع البطاطا نعمل كل شيء على ولادي خاطر الراجل ضرير عنده عين واحدة يخزر به ولادي يقروا الزوز عندي بني ولاد وقتها مزعن عمره من 18 سنة يقروا من نهار تضربت بالرش تو ما نجمش ناصرش حتى منديل نتاع كوجينة ما نجمش ناصرها ما نجمش نمشي في الليل ما نرقدش تعبني في ساقية في كرومتي في بدني معناها في الجهة اللي صار كل معبي بالرش كابس علي ساقية وكابس علي معناها يدي بالرش ما نجمش نقضي حتى شيء ولادي معناها حتى تعبوا مع ولادي زوز معناها دي تقرا في الفاك والاخر معناها عمل مستوى باك وقعد ما عندوش لا خدمة لا شيء ثواني حالتي معناها حالتي تعب يعلم بيك ربي فقيرة ما عندي حتى شيء الراجل تحت الحيط لا يخدم لا يقدم اليوم ما عندي حد شيء حتى معناها لا جتني عانيت لا معناها قالوا لي معناها لا جي حد معناها سجعنا ولا قال معناها لبيس ولا قال ما يسالش حتى حد معناها ما اتصل بينا معناها ولا معناها راه بظروفي ني وراجلي معاق معناها حامل شهادة عاقة راجلي عنده شهادة بصرية من عيني الحال حال الله معناها ما عندي حد شيء طالبة في سوسة في جامعة كلية علوم تصرف الاقتصاد بوقت اللي تضربت ما زلت ما خديتش الباك ما زلت صغيرة عمري 17 كيف ما كانت تحكي ما خارج أنا وياها ماشيين للكوشة باش نقضي باش ناخذ الخبز ما زلنا ما مانيش في وسط البلاد معناها في وسط الحومة الداخل فما شجرة متخبي وراها ولا درا كيفاه احنا دوبة طلينا وهو ضربنا معناه ما بيناتنا من با 40 متر و 30 حاجة كما هك ما أكثرش بيوقت ضربت أنا بالوقت ما حسيتش معناه بالضربة نغزر الماما يدها منفخة ومن أناب كلها بالدم في بالي كان هي بعد ما نعرفش كيف دخنا الزوز فما واحد من الجيران غادي كهزنا للسبيطار فما كان طبيب واحد نهارتها يخدم تصور أنت يمكن 30 حالة مضروبين الصباح هذا 11:30 طبيب واحد يخدم على قدام من واحد باهي اوكي عملت انا الاوبيراسيون نحالي كعبة ولا كعبتين والباقي اللي في بدني بقى ما تنحى حد شيء يدي بقات منفخة لين روحت للدار الجمعة الأولى تعدينا ما نحكيلكش بالوجاع واللي صار فينا انا وما بالحق حالة على اساس من بعد واحد باش يجي شكون يحكي معاه ما نعرفش نمشي انا نعدي على يدي نشوف شنو التبعات نتاع اللي بقى في بدني ما فما حد شيء حتى التوا ما جاي حتى حد محكي معاك مشينا لهم معناها مره حتى ما فماش حتى رد اعتبار نتاع حكومه باش تعتذر باش نعرفوا شكون اللي عمل هذاك نحن حاجتنا اللي عمل حاجتنا بالمحاسبات ما يسالش حاجتنا من احنا ما يسالش معانوه الفقر مهما تكون لما حاجتنا الا هنا ذي اللي هانونا به حب نعرف شكون ضرب حاجتي بالمحاسباتني حاجتي اللي ضربنا ما حاجتنيش نحن قسم عند الله حاجتنا بالمحاسبات حاسبتنا شكون جاء وضربنا وشكون بعث لنا الرش وشكون نحن حمامي قلتلو فينا فروخ شباب صغير بنيت ولاد هكاك عليه داخلين علينا للديار راهم يضربوا فينا في وسط الديار نايل كرتوش في وسط الدار علينا احنا شنو عملنا باش نولاد تونس باش نولاد الوطنيه
معناها واحد يتسمى جاته باللطف، ما تضربش في عينه في وجهه، جات اللطف شويه لان في رقبتي تصور كانت ضربت انا في عيني، معناها عمري 17 سنه نقص على قرايتي، مستقبل كامل يتحطم، ما تلقى حتى تعويض من بعد، لا مادي لا معنوي لا رد اعتبار، لا حتى عرفنا شكون اللي عطى الاوردر باش يضربوا بالرش هذاك اللي هو في بالي ممنوع قانونيا، في بالي يصطادوا به معناها حيوانات بالرخصة زادة، مش هكاك حاجة تتسيب بالحق. معناها احنا توا طالبين جيست نعرفوا شكون اللي عطى الاوردر باش يضربوا بالرش ويتحاسب ويعتذر رد اعتبار الولاية كاملة. انا جاية نحكي معناها بصوت مش كان احنا تضرب، فما ناس ما جاتش، فما ناس في الجبولات، فما ناس تضربوا وقعدوا في الجبولات، جو مساكين تسوقوا معناها باش يشرب حاجة خضر، نخزر فيهم قدام الدار، جي واحد جي يضيف لجارتي، جي يضيف الجار، جابوا جي يضيف الجار دي جابوه يكركروا فيه بالرش من راسه لقاع ترواجور سيكسيسيف معناها شنو عملنا كيما كاين نمره ما عنديش الحال، حال الله راجل حامل عاقل ما عندوش، نمشي باش نمشي المراه نغسل باش نسيق باش نمشي نحي شويه في النار باش ناكل ولادي، هذه تقرا في سوس هذاك يقرا في الليسيل، هني راجلي ما عندوش سليان الكل تشهد به، راجلي سليان الكل تشهد به، شنو يخدم المخلوق هذاك في 150,000 ني نمشي نحي معناها من الصباح للليل، نمشي للفلاحه 7,000 فرنك 8,000 فرنك نجيبهم باش نشري بهم خبز ومكرونه وزيت الاولاد، يزيد اليوم عندي 7 سنين وانا شاد الدار تو شاد الدار تو، مولادي الحنان يسخف علينا في الصيف، هذا يعطينا قلتين قمح، هذا يعطينا شكارتين قمح، والناس الكل تشهد به، راجلي فين يمشي وفين يطلب وفين يمد في دي ننتي علينا شنو عملنا لنا، انا شني ذنبي مشيت نشري في خبز شوفني استعز هني انت تضرب لاني محمل حجره لاني محمل حاجه هز بنيتي ونمشي انا وبنيتي شنو نجيبوا في خبز جواع في كروش نهارين الحوان تمسكر علينا منين الواحد مشيك منين مريضه ما انا عندي فقر الدم الزمنينيك صابرين انت عطلتك في قرايتك يعني كنت تحس نفسك اللي والله هي عطلت اما يلزمني نتجاوز الحكايه ومعناها ونكمل قرايتي ويلزمني وقتها عندي معناها نخزر كان الباك يلزمني ناخذ ونمشي نكمل قرايتي في الفاك ونتخرج باش نخدم ونجم نعاون عيلتي ونعاون روحي معناها ما حبيتش راجلي هو هني راجلي هاو يعرفون سميتو مش القضيه في المحكمه لا ما عندنا حتى قضية ومشينا للسيادة مشينا لهم ما عطوناش حتى شيء يقولوا برا قضية والموضوع كأني ما صحت آخر مرة مشيت وقال لي اسمك اللي هي بالحق قضية كبيرة قال لي اسمك في القائمة ما ثميش لا أنت ولا بنتك آخرها قال نحن ما بعثناها ومشوا الملفات مازالوا طيب عملونا هزونا عملونا اختبار يعني سيرتيفيكا أولية أنا في 20 جور هي ب 18 جور ما ثميش السيرتيفيكا الأصلية دوسي ضايع ما كاني ما صار حتى شيء نمشي صحتوني نمشي نرجع من فم البي قولي لي يا بنتي راه مشوا عندنا الدوسيات مانيش متبنينا نحن القضيه ديرو تبنيناها في بلاصه اخرى كاهو ما يقولكش حتى فين بلاصه شكون اللي ضيع لك الاوراق فين تمشي وقاعدين تمشي للسبيطار ما فماش الدوسي نتاعك تمشي ما نعرفش انا الاتحاد ما فماش الدوسي نتاعك تمشي اي بلاصه محكمة ما فماش القضية بالكل تمشي له يقول لك الدوسي مش عندي تمشي له مشينا حتى معناها المحامين اللي اتصلنا بهم قال لي قبلها معناها هكا ما تضربتش في عينك احمد ربي تمشي يقول لك ما تضربش في عينك احمد ربي تضربش في عين انا في الليل ما نرقدش انا كنت نحكي للمدام قال لي ما نرقدش في الليل بالرش ما نجمش نرقد خش الحمام يسخن نولي نحط الماء في دايف الماء بارد يولي يحرق في الصيف هذاك قلت طول النهار وني تحت السبال بدني كله بالرش حتى لهنا للرش تعرف في حديد انسان في بدن شوفي انسان حر الصيف نتاع السنيك باش واحد عديه وكيفاش الواحد معناه فيت وك الرش هذاك بيته ما نرقدوش انا واحده من الناس ما نرقدش عندي تهشيش العظام وديزات طبيب اللي عمل لي السيرتيفيكا في تونس دكتور حمدوني قال لي راكي انت متضرره اكثر واحد قال لي خاطر عندك تهشيش العظام يهبط لك بلاصه العظم ديجا والله الا نرقدها في الليل بيت بالسخانه قاعد شكرا سعاد شكرا صابرين على شهادتكم وان شاء الله ربي يظهر الحق إن شاء الله. سننتقل الآن إلى الجزء الثالث من التقرير اللي هو كما قلت لكم شهادات مسؤولين سياسيين ونشطاء حقوقيين ثم باش يكون عندنا شهادة أخيرة مباشرة بعد الوثائقي من ضحية أخرى وتتسمعوا الشهادة.
كان ثم موضوع كبير وهو اللي أثار المشكلة ربما في سليانة. واحد من الأشياء اللي أثارت المشكلة الكبرى في سليانة هي الأراضي الدولية وهي شركة الأحياء. بالنسبة لشركة الأحياء رجعنا كل الشركات هذه، رجعنا كراس الشروط، فوجدنا أن الناس هذوم اللي خذوا الأراضي الدولية ما قاموش بالواجب. فأحنا كان واجبي أن نراجع المسائل هذه، فاسترجعنا في خلال 10 شهور تقريبا 17 شركة أحياء ومساحتها الإجمالية تقريبا تفوق 10,000 هكتار. مباشرة بعد استرجاعهم وبالتعاون مع ديوان الأراضي الدولية ومع مختلف المؤسسات في وزارة الفلاحة أعدنا استثمار الأراضي هذه، حرثناها وزرعناها، وكانت الصابة ترجع للأرقام طوال اللي كان في خلال موسم الحصاد في 2012 كانت صابة كبرى، حتى أنه ما كانتش تكفي البنية التحتية لتخزين الحبوب بعد المناطق اللي استرجعناها الفلاحية اللي هي شركة الأحياء. فتحنا باب المناطق الصناعية ونفس العملية عملناها باش نعمل مراجعة، ولأنه ملف كذلك كبير وأظن إلى حد الآن ما زالت الوضعية كما هي. من الأشياء اللي كذلك أثارت اللي هي تصفية الحظائر، لقيت فيه أشياء كبيرة وإخلالات كبيرة، فيه ناس معناها تاخذ في شهريات وهي ما تخدمش، لقيت ناس يخدموا في ديار مسؤولين مثلا. بالنسبة كذلك بطاقات العلاج المجاني، وقت رجعنا سحبنا بطاقات من الناس اللي ما يستحقوهاش وعطيناها الناس حقها، فهذه كذلك أثارت الكثير من الإشكاليات في الجهة، وكلها تدخل في ملفات الفساد اللي قاومتها واللي هي كانت السبب الرئيسي في إثارة المشاكل. عندنا موضوع آخر، موضوع العلف، كانوا بعض السماسرة يأخذوا هالأعلاف هذه ويبيعوها في السوق السوداء وتمر إلى ولاية أخرى ولا تدخل حتى إلى سليان. فقمت أنا بتنظيم العملية دي وعملنا معناها إجراءات إدارية بحيث اللي يجيب الكميات هذه بتاع العلف ما يبيعها إلا في سليانة ويكون عنده سجل لشكون باع وقديش الكمية، حتى أنه نقضي على تهريب هذه الأعلاف إلى منطقة أخرى ويبقى الفلاح والمواطن البسيط مسكين اللي هي مورد رزقه يعاني من شح في العلف. هذه كذلك أثارت مشاكل للوالي. عندنا كذلك موضوع آخر اللي هو رخص النقل. رخص النقل هذه كانت تعطى بالمحسوبية، كانت تعطى بالمعارف. عاودنا فتحنا الملف هذا كله وصححنا ما يمكن تصحيحه واعطينا الرخص للناس اللي يستحقوها وسحبنا الرخص من الناس اللي ما يستحقوهاش. فوقوف الوالي في وجه هذا الفساد كان من الأسباب الرئيسية في المشاكل اللي حصلت في سليانة. موضوع التواصل هذا اللي اتهموا به الوالي أنه مش متواصل مع المجتمع المدني، ثم منظمة وحيدة قرر القيادة فيها قررت أنها لا تتواصل مع الوالي اللي هما المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بسليانة. هذوما ماخذين قرار، هي جلسة وحيدة تمت معايا، وكان كنت أنا نتكلم مع التنمية وكنت كان مع التعاون مع منظمة عريقة تستطيع أن تقوم بدورها كذلك في التنمية في سليانة، لكن الرد كان واحد هو أنه ما عندناش مشكلة مع الوالي لكن الحكومة هذه باش نطيحوها. الكلام هذا ما هوش استنتاج وما هوش تحليل، هذا نقل. نحب نقول أنه نهار 21 نوفمبر تقريبا مع الساعة 5 مساء صارت مشادة، مشكلة صغيرة بين 2 من الموظفين اللي هو كاتب الوالي والكاتبة العامة للنقابة الأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل بالولاية. فعلى إثر المشكلة هذه تدخل السيد أحمد الشافعي، رغم أني أنا أخذت قراري بإحالة الكاتب على مجلس التأديب للنظر في الموضوع وباش نواصل الإجراءات الإدارية. بعد مع تقريبا 8:30 نتاع الصباح نسمع في حس وكذا، إلا أني أفاجأ بلي تقريبا السيد أحمد الشافعي مع أكثر أعضاء المكتب الجهوي ومعهم تقريبا في حدود 100 أو 150 شخص يقتحموا الولاية ويدخلوا على الوالي ويحاولوا إخراجه بالقوة،
وتقدم هو نفسه السيد أحمد الشافعي يحب معناه يسحب الوالي، لكن أنا ما خليتلوش الفرصة وقلت له مستحيل أنه أنا المسؤول الأول في الجهة هذه باش نخلي الولاية ونتخلى على مسؤولياتي ونخرج من الولاية. أنا ما نخرج كان شهيد من الولاية. وقت يسمع الكلام هذا خرج وحاول باش يخرج الناس اللي جابوا معاه، لكنهم رفضوا وقعدوا في المكتب وعاثوا فيه الفساد وكسروا وخذوا الوثائق والمستندات والريدوات نتاع البيرو والفوتيات وعاثوا فيه فساد بحيث المكتب ما عادش مكتب يصلح للعمل. واستمر حصار الوالي لحد تقريبا الساعة الخامسة مساء، يعني من التسعة الخامسة مساء. نهار الاثنين استدعيناهم ما لبوش الدعوة وما جاوش، وفي نفس اليوم ذاك قروا إضراب عام في الجهة بدون احترام الإجراءات اللي متعودينها، اللي هي أعطانا مهلة 10 أيام. انطلقت المسيرة يعني من أمام الاتحاد وتوجه الجميع إلى مقر الولاية. جمع ذاك اللي قدر في حدود 5000 في اليوم الأحداث الدامية ذاك تاعنا 27، ما كانوش أولاد سليانة فقط، كانت في بدايتها سلمية فلم يعترض الأمن سبيلهم، ولكن سرعان ما أصبحت العملية فيها عنف، ثم محاولات الهجوم على اقتحام الولاية، فالأمنيين حاولوا صدهم ولكن كانت الهجومات أقوى، فاضطروا إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع لكريموجين، وأصبح هناك كر وفر هجوم على الولاية، ثم الأمنيين يصدوا المتظاهرين، وبقيت العملية لمدة ساعات بهذا الشكل حتى بلغني أنه نفذت الكمية متاع الكريموجين اللي موجودة عندهم، واضطر الأمنيون لاستخدام سلاح الرش اللي أنا شخصياً ما كانش عندي به علم، ما كنتش نعرفه. الوالي من يوم اقتحام المكتب لم يعد له أي مسؤولية في إدارة الجهة. مع قدوم المسؤولين الأمنيين الجهويين والمركزيين من وزارة الداخلية هم تولوا الأمر، لا ساهمت لا في الخطة الأمنية، لم أستشر لا قبل ولا بعد. فأنا في النهاية في الختام أجدد التحية وأجدد التعاطف مع سليانة ومع أهالي سليانة ومع أولاد سليانة، وأرجو أنه السياسيين والمنظمات الكبرى في هالجهة كلها تتكاتف لخدمة الناس اللي عانوا مساكن من الفقر ومن التهميش ومن الإقصاء. أرجو أن الإعلام ينتبه ويرسل الرسائل الإيجابية اللي تجعل المواطن عنده تفاؤل بالمستقبل. منيش كل يوم في البلاتوات وإحنا نجلدوا في بعضنا ونشيطنوا في بعضنا، ما عادش فما حتى احترام لا لرئيس ولا لوزير ولا لوالي. نقول الخطأ وقع من كل الأطراف، مش طرف واحد، مش تريكة حبت تقعد في الحكم ولا الناضة حبت أبد في الحكم كما يقولوا، لا لا، ظروف البلاد وحتى تصرف في المعارضة كل وقت كاين هو دفع إلى التأزيم وإطالة حتى أعمال مجلس التأسيس. لذلك هل نقول أنه كل الملام على إطالة اللي جرى عليها أزمات سياسية أفضت إلى اغتيالات، واللي تصب في نفس المصب هو دفع البلاد إلى الهاوية وإيقاف التجربة الديمقراطية تاع تونس؟ لأن هذه الأطراف يجب أن نبحث عليها داخل البلاد وخارج البلاد،
فما داخل البلاد من يكره أو يحب يتجاوز هذه طويت صفحة الثورة، وفما من الخارج معناتها في الشرق والغرب من يريد أن ينهي هذه التجربة الديمقراطية كتجربة رائدة، وما زالت المحاولات مستمرة لحد الآن. ولهذا العملية متاع سيليانا وغير سيليانا وقضية الحرق المقرات واستهداف يجب نحطوها في هذا الإطار، وهي إيقاف هذه التجربة اللي ما تعجبش الكثير، مصالحهم في الداخل والرهانات وخاصة قضية المصالح المالية وقضايا اللوبيات الفساد، وهي تفعل الآن فعلا أكثر حتى من وقت الترايكا. وكذلك جهات تخشى هذه ما يسمى بالعدوى، عدوى التحرر وعدوى الحرية وعدوى الثورة وعدوى حقوق الإنسان وعدوى المواطنة وعدوى الدستور. فليست قضية إذن قضية الوالي في سيليانا، ربما في أماكن أخرى اعتبرناها ضرورية، وفي البحث عن حلول نتوافق عليها، أما سيليانا فالقضية عندي واضحة، استهداف الدولة، استهداف الحكم بوسائل غير شرعية. إذا رأوا فما أخطاء من الوالي أو من الإدارة ما نجمش نكابروا ونمانعوا بأن والله نعوضوا، فما أخطاء وقعت وعلى رئيس الحكومة وعلى وزير الداخلية والحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، ما أنا مش بشدافع على أخطاء. إنما في سيليانا الأمر واضح، هجوم مبرمج برادة سياسية واضحة، مع الأسف بدعم الممثل لاتحاد الشغل في سيليانا، المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في سيليانا، اقتحام الولاية من الداخل ومن الخارج. أنا في أشياء تنفيذية أشياء إجرائية صح، يعني الواحد لابد أن يصلح ولابد أن يعترف حتى بأخطاء، لكن فما أشياء تخرج على أشياء جزئية، السياسة العامة أو القضايا الاستراتيجية. في ذلك الوقت احنا كنا في مرحلة انتقالية، في مرحلة تأسيسية، وهو سمى المجلس التأسيسي وحكومة كما كان وجوز مؤقتة ضمن مؤقتة، صح مؤقتة احنا طرفين مؤقتة. ولهذا كان مهمتنا ربما هذه المراجعة، كان أن ننقل البلاد من وضع إلى وضع، واحنا في مرحلة تأسيس التجربة تأسيس الدولة. فالقضية إذن كانت عنا هو أن نعجل بهذه المرحلة الانتقالية التأسيسية. البعض يقول كان عنا من عقد أو اتفاق، ولو أنه مش اتفاق دستوري ولكنه أن نبقي هذا في سنة، صحيح أنا أعتبر أنه بين قوسين وقعنا في فخ التمديد، ويحبوا نقعدوا احنا، يحبون أن أبدوا غديك ونقعدوا، الظاهر أنه يحبوا خرجونا، ولكن يحبوا باش يزيد يستنزفوا هذه التجربة وهذه الحكومة. كان علينا أن نعجل، وأنا جزء اللوم على الحكومة وجزء اللوم الكبير على المجلس التأسيسي، تخل في مهاترات، تخل في تأجيلات، والمطالب بكتابة الدستور والمرور بسرعة إلى الانتخابات، هيئة الانتخابية، الانتخابات وإعطاء الفرصة لمن ينجح في هذه الانتخابات باش يمشي ويعمل بنا. لذلك إذا كانت هناك مراجعة ونقد، فنحن هي لا نسمح لأنفسنا بالتمديد وبالإطالة، ونحن جئنا لمرحلة انتقالية مؤقتة تأسيسية. أما كان واضح لدي أن الطرف المقابل اللي يدعي الديمقراطية لا يؤمن بالديمقراطية. قضية الإعفاء والتنصيب واضح أنه رئيس حكومة هو الذي يختار وزراء، طبيعة الحال بالتشاور مع الأحزاب المكونة للإئتلاف ولا الترويكا ما يسمى هذاك. قضية التسميات في السلم، التسميات كل وزير يقدم مقترحات لرئيس الحكومة التي يناقشه فيها ويطلب بعض ساعات التعديلات، وبعد ذلك يوافقه على هذه التعيينات، وكذلك الإعفاء. هذه التقاليد كانت عندنا ومش عارف مازالت ولا. فيما يخص المعلومات،
أنا بطبيعة الحال في ذلك الوقت لم أواكب على عين المكان أو حتى بالاتصال وزير الداخلية والجهاز الأمني وقاعة العمليات هي اللي تواكب، ولكن بعد ذلك وبالوضوح وبالتقارير وبالشهادات تأكد لي أنه الوالي والولاية كمقر والوالي كرمز للسيادة كان مهدد تهديد جدي في حياته. أنا ما كان متأكد عندي بعد ذلك أنه فعلاً هل تكلمت عليه المناخ السياسي والتخطيط المتعمد ما هيش قضية عفوية، لو كان جات قضية عفوية جر عليها أحداث لا هي قضية بالنسبة لي مخططة، مش في سيريانا برك اختيرت سيريانا إنما في كل البلاد، وعداوة صريحة بعد ذلك إلى قلب الحكومة بالطرق غير شرعية كان هذه السياسة واضحة. في المرحلة هذيك احنا تو نحكيو على نوفمبر 2012، يعني ثم طوال سنة 2012 ثم كثير من الاحتجاجات التي تقع شبيهة بالآن غير الكثافة متاعها أكثر، وسنة 2011 أيضا يعني ثم أحيانا قطع طرق إلى آخره. بالنسبة لأحداث سريانة هذه تقريب بدأت عن نهار 22 نوفمبر على ما أذكر، بدأت احتجاجات بعنوان مطالبة بالتنمية في ولاية سليانة. تزعم هذه الاحتجاجات المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل، والأمنيين في هذه الحالة لا يتدخلون، كل ما في الأمر أنهم يراقبون سير الاحتجاج سواء كان تجمع وإلا مسيرة، رغم أنه حالة طوارئ ورغم أنه الاحتجاجات هذه لا يقع الإعلام عنها مسبقا كما ينص القانون. هذه الأحداث استمرت ولكنها كانت عنيفة، بحيث تم حرق معتمدية، تم نهب قباضة مالية وحرقها، تم حرق مراكز أمنية، صارت مواجهات مع الأمن، ثم حرق سيارات أمنية، ثم جرح للأمنيين، بحيث كانت الأشياء المعتمدة في هذه التحركات هي نقول احنا المولوتوف، المقذوفات الصلبة من حديد وحجارة وكل وعصي وقوارير، كل هذه الأساليب استعملت لدرجة أنه الأمن في الجهة لم يعد قادرا على ضبط الأمن العام، ولت الناس خايفة على مؤسسة، وقع اقتحام حتى بعض محلات تجارية، ولت الناس خايفة. فكما هو المعتاد في السياسة الأمنية العادية يتم تعزيز الوحدات الأمنية اللي في سليانة بوحدات أمنية من الولايات المجاورة أو من ولاية تونس، علما وأن هذا الوالي اللي يلوموا فيها على قضايا التنمية في ترتيب وزارة الداخلية للولايات للولايات في ذلك الوقت هي شو اسمها ولاية سليانة في المرتبة الثالثة من حيث نجاعة عمل الوالي. من أكثر إنجازاته هو أنه استردت الدولة في حوالي 9000 أو 10000 هكتار من الأراضي اللي كانت معناها ضائعة ولا هي مستغلة ولا هي معطاة لمن يستغلها، وبدأ يفكك كثير من الفساد، وهذا أحد الأشياء اللي جابت له مشاكل، لأن الناس اللي ثاروا عليه في جزء منهم مستفيدين من هذه العملية. بعد ذلك أيضا قاموا بالتحشيد لإضراب عام آخر، هذا هو اللي صارت فيه الأحداث المسماة بأحداث الرش، حيث العملية دائما بقيادة في تقديري أنا ناس مؤدلجة لكنها تحمل أيضا الصفة النقابية، وفي كل بقعة تتصرف بطريقة. فاقتحموا حبوا يقتحموا الولاية بعد ما عملوا تجمع كبير قدام الاتحاد العام التونسي، مقر الاتحاد العام التونسي، الاتحاد الجهوي للشغل، ومشت المسيرة والأمن ما تدخلش فيها بشكل سلمي تكلمهاش، لكن لما اقتربوا من الولاية ثم حدود ما صور متاع الولاية قالوا لهم هذا ما تتجاوزوش، ولكن هم حاولوا باش يقتحموه أكثر من مرة، وفي الأخير الأعوان اللي هم مطوقين سوريا لقوا أنفسهم في وضعية صعبة جدا. هذه الوضعية بعد ما استعملوا التنبيه واستعملوا الغاز المسيل للدموع مسمى لكريموجان، وهما تعرضوا إلى مقذوفات معناها بخلاف السب هذاك لا نتحدث عنه، مقذوفات صلبة معناها ومولوتوف، ولو في وضعية حرجة، وجدوا أنفسهم في الوضعية اللي فيها إما يستعملوا الرصاص وإلا يطيحوا فيما هو أخطر. فيبدو أنه فيهم من استعمل في ذلك الوقت هذا
سلاح الأداة مسمى الشفروتين، ويعمل حس ياسر يؤلم مليح الشخص، ينجم يضر حتى الشخص اللي يبدأ قريب فيها الأمطار هذه متاع 5 و6 و7 و2 وكذا، لكن إذا كانوا على 20 فما فوق معناها يخوف برشا ولكن ما يؤذيش. فوقتها نجموا يفرقوا الجمهور وسقطوا برشا ضحايا مع الأسف. هذا بطبيعة الحال بعد ما سقط كثير من ضحايا الأمن أيضا، معناها عدد كبير من الأمنيين تجرحوا وتضروا بخلاف السيارات التي أحرقت، بخلاف حتى بعض الأشياء التي تم معناها خذوها معناها حتى اللاكريموجين فيه اللي خذوه. والأمنيين اعتبروا أنفسهم بين استعمال الرصاص واستعمال هذا السلاح، هذا لقوا أنفسهم فيه، مشوا لهذا السلاح لأنهم ما زالوا زملائهم في السجن، وما زالوا يعتبروا أنه وقت اللي وقع استعمال الرصاص بأمر أو في وضعية اللي يعتبروا أنفسهم وفق القانون 69 في وضعية خول لهم فيها استعمال الرصاص، لقوا أنفسهم معناها في السجون ومسائلين، هم استعملوه في لحظات سريعة. بالتالي كيف هرب الجمهور وتوزع وقفوا، ما عادش يحتاجوا باش يستعملوه. أنا سمعت وقت اللي ثم ضحايا جايين للسبيطار، وقت اللي صاروا ضحايا قلت لهم وقفوا ما عادش تستعملوا هذا السلاح حتى نشوفوا شنو هو هذا الشفروتين هذا. هو في كل القضايا هذه معناها كخط عام، الأمنيين في مواجهة الأحداث المستجدة ديما القيادة اللي على الميدان مسؤولة ولازمها تتصرف، على خاطر ما يقعد لهاش الوقت. وقتاش تولي تشاور المدير متاعها ولا المدير العام الأمن العمومي ولا المدير العام الأمن الوطني ولا حتى توصل الوزير ولا حتى توصل رئيس الحكومة، وقت اللي تبدأ باش تعمل عملية مسبقة، هو على صلة مستمرة بقاعة العمليات بحيث يعلم بالمستجدات وتجيه التعليمات تباعا من قاعة العمليات. قاعة العمليات بوزارة الداخلية اللي هي مربوطة بالمدير العام للأمن الوطني، بالمدير الأمن العمومي حتى هو ينجم يعطي تعليمات كي تبدأ حاجة في نقولوا احنا في صلاحياته، وبالوزير. هي قاعة مربوطة أساسا بالوزير، معناها أول واحد مسؤول عليها من ناحية القانونية هو وزير الداخلية، لكن أول واحد مسؤول عليها عمليا هو المدير العام للأمن الوطني. أولا نقول لهم احنا أسفين على كل ما يمكن أن يكون أصيب، سواء إصابة كبيرة كما معناها ضرر في النظر أو حتى إصابة أقل منها ليهم، وحتى للأمنيين اللي عدد كبير منهم أصيب إصابات كبيرة، معناها بالعشرات الأمنيين اللي أصيب. ثانيا نحب نقول لهم اللي راهي عمره ما كان عندنا يعني تساهل في أن نؤذوا ناس، احنا ناس أذينا ونعرف ماذا يعني الإذاء. أنا بالحق ما بحثتش فيها الخطر قبل بأشهر، فاش قام نبحث في حاجة ديجا احنا عنا ما يكفينا احنا من نموش، فهمتني؟ عنا ما يكفينا والدنيا كانت متفجرة، وعنا 10,000 احتجاج استوجب التدخل، فهمتني؟ في 2013 استوجب التدخل أمنيا 10,000 احتجاج، و10,000 في 2014 20,000، يعني تونس معناها ما بركتش من شوية، فهمتني؟ هذه احتجاجات مش الوزراء في حد ذاته ما نجموش يخدموا. كي تدخل ديجا انت كي تخلي الوزراء يخدموا، تبعث التعزيزات نتاعك للوزراء والولايات ومقرات السياده باش يخدموا وتحل الطرقات، ديجا معناها ما خلوناش حتى فرصه باش نحاربوا الارهاب. الا انه بعض المديرين كي سالتهم قالك احنا راهو على اثر اجتماع تقني، معناها لمجلس الامن على مستوى الوزاره تقرر استعمال الرش وقت اللي معناها كثر الضغط على الولاية وثم وهموا باقتحام الولاية، فاستعملوا الرش لأنه ما كانوش احنا يظنوا أنه باش يعمل خسائر لتفادي ما وقع في الثورة، معناها في أحداث الثورة باستعمال كرتوش معناها الحي، هما حبوا يتلافوا استعمال الذخيرة الحية معناها الكرتوش بالمعنى، فالتجؤوا للرش اساسا معناها مي وقت اللي تضرب في الفول معناها ما تنجمش تليميتي لي ديغا وما تنجمش تتحكم في النتائج، فهمتني؟ المواجهه يقررها الميداني، المواجهه كيفيه المواجهه
حسب الظروف يقررها الميدانيين، فهمتني؟ يعني الضباط اللي خذوا على عاتقهم القيادة لمواجهة ذلك الخطر، فهمتني؟ هما المسؤولين على استعمال السلاح واستعمال الطريقة الفنية، لكن التعزيزات مسؤول عليها المدير العام الأمن الوطني والمدير العام الأمن العمومي، يبدأوا مع بعضهم حظيرة من القاسرين، حظيرة من معناها كيفاش باش الحظائر تمشي البلاد محاصرة أو فيها شغب. هذوك يحركهم شو اسمه، يحركهم المدير العام الأمن الوطني والمدير العام الأمن العمومي، والمدير العام لوحدة التدخل، يعني هم تابعين لوحدة التدخل، يعني هو في رأسه معنا الخارطة نتاع الأفواج ونتاع الجزرنات اللي موجودة داخل البلاد. لكن الخطة القائد الميداني، استعمال الأسلحة القائد الميداني. أنا وقت اللي خذيت الوزارة أول المناشير اللي مش منشور ومش اثنين ومش ثلاثة، أنا والمدراء العامين، أنه منع استعمال الرش إلا لقنص الكلاب السائبة، خاطر الرش مش من المعدات المستعملة للمواجهة، فهمتني؟ دونك صعيب برشا، فهمتني؟ خاطر شوف عندنا شكون مسؤول عن المعدات، وعندنا المعدات الموجودة، فهمتني؟ وعندنا القانون نتاع المواجهة، فهمتني؟ تستعمل الكرتوش الحي في حالة الدفاع في الأخر، من بعد ما تستعمل المياه والبوق، فهمتني؟ والضرب في الأرجل، أما بالكرتوش الحي. الرش بعمره ما كان وسيله للمواجهه، فهمتني؟ في معناها المتجمهرين ومعناها جامي، معناها الرش ليس سلاح يستعمل او ذخيره تستعمل، فهمتني؟ في الحالات هذه مستحيل. لكن بعد نحن استعمل في الجنوب الرش، ومات واحد ديجا في 2015. الاشكاليه مش في الاشخاص، الاشكاليه ان المعدات كانت مفقوده، ما عندناش معدات. في عديد الولايات كانت فيها احتجاجات، أنا أتذكر في تلك الظرفية ولاية جابس مثلا حصلت فيها احتجاجات كبيرة، واضطرت الحكومة لتغيير الوالي. العديد من الولايات أو أغلبهم يعملون داخل مكاتبهم، ويحرسهم قوات أمنية وخاصة قوات عسكرية. أحداث سليانة والاضطرابات والاحتجاجات والمطالبة بالتنمية وما إلى ذلك، هذا كله مشروع في ذلك الوقت وحصل بالفعل. لكن الخلفية والأسباب الحقيقة عميقة عميقة، ونرجع هنا لبداية سنة 2012 إثر انتخابات أكتوبر المتعلقة بالمجلس الوطني التأسيسي. أصلاً التوجه والتصريح بأن الشعب أخطأ لما صوت لهؤلاء، من أين أتوا هؤلاء ليحكموا هذه البلاد؟ من المنافي والمساجين، ولا خبرة لهم، ناس كانت في الساحات النضالية. دونك خطاب حاد جداً وجهت به تلك المنظومة المنبثقة على المجلس الوطني التأسيسي. من جانب الآخر، من جانب الترويكا والسلطة المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي، كان الرد أيضا حاد، يعني من هم هؤلاء؟ لقد حسمنا المسألة وفزنا بالانتخابات، هؤلاء يمثلون الصفر فاصل، هؤلاء شرذمة من الفرنكوفونية. يعني كنا نسمع في كلام الحقيقة، كلام أقل شيء نقوله حاد ولا يليق، لأنه أصلا الصراع بين القطبين، يعني قطب بيده الشرعية القانونية والشرعية الانتخابية والشرعية التأسيسية، لكن القطب الثاني أيضا قطب لديه المشروعية النضالية، وكانوا بالأمس يعني على اختلاف مشاربها الأطراف المتصارعة على الساحة، كانوا بالأمس رفاق ورفيقات في ساحات النضال، وكان من المفروض أن لا يحصل تراشق بالكلام الجارح بالتصريحات الحادة وتبلغ ذلك المستوى.
وفي هالإطار هذا كان مشكلة التعيينات من المشاكل الأساسية. هو وقتها كلفني سي علي العريض وزير الداخلية بالتحول على العين إيجاد حل. دخلنا الولاية لقينا سي السيد الوالي، عملنا محادثة صغيرة معهم حول الوضع، وكان فيه وقتها نشعر بها معنا خطورة على الولاية من الجانب الأمني، لأني يعني أنا كنت نسمع في الزجاج متاع البلار متاع شبابك الولاية يتكسر ب يعني ضرب الحجارة. اخذنا القرار باش يخرج السيد الوالي ومن معه وغادرنا مقر الولاية. الأطراف التي تتنازع في المنطقة ضروري أن تكون عندها علاقة حوار لتفادي الصدام في بعض الحالات، وساعات حادثة بسيطة تنجم تؤدي إلى معناها كارثة اجتماعية أو كارثة أمنية. معناها هو الحوار كان معناها كان مفتوح، وكانت معناها الحقيقة العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين معناها الرسميين يعني اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وكل الشركاء الاجتماعيين كان مستمر. أنا أعتقد أنه من الناحية هذه معناها المسؤولية السياسية واضحة، فيش لبس عندما تقع معناها أحداث من نوع هذا. المسؤولية السياسية واضحة بالأساس إلى الوزير المعني بالملف هذا يعني وزير الداخلية، وبطبيعة الحال معناها الحكومة في مرحلة ثانية. أنا مانيش أعضاء الحكومة ومش وراء القرار استعمال الرش، لكن وزير الداخلية هو مسؤول. الخلاف النقابي تطور إلى براتفير بطبيعة الحال، معناها حركة النهضة الوزير الداخلية من حركة النهضة، هنالك معناها رغبة في تعيين مسؤولين من حركة النهضة على الولايات. بعض الولايات اللي من حركة النهضة كانوا في مستوى المسؤولية ومعناها من الحيادية ومن قدرة على تسيير سياسة الدولة في المنطقة ومن تواصل مع مكونات المجتمع المدني ومع الأطراف الاجتماعية ومع الأحزاب السياسية، وبعض الولايات الأخرى لم يكونوا في المستوى هذا، وكانت معناها وضعية سيئة. وإحنا كنا نادينا من أجل تقييم عمل الولايات، وهذه كانت من أسباب الأزمة الحكومية. فالأزمة اللي تقع في بعض الأحيان في بعض الولايات مرتبطة بالنقطة هذه وبقدرة الوالي على معناها الخروج من وضعية متأزمة. وفي سليانة مثلا الوالي الذي عين بعد الأزمة الخطيرة اللي وقعت في سليانة أزمة الرش قدر على أنه يربط علاقات مع المجتمع المدني والسياسي وعلاقات مع الأطراف الاجتماعية وبالخصوص اتحاد الشغل، اللي خرجته ومكنته من أنه ما يعيشش الأزمة هذه، بل بالعكس عشنا فترة من الهدوء الاجتماعي بعد حدث الرش. نجم تفسرها من زوز جوانب. الجانب الأول أنه معناها رغبة من أنه الدولة تسترجع الهيئة متاعها، معناها أنه واحد يقول يزي من أنه فما احتجاج نحيو المسؤول في الجهة هذيك ويكون هو معناها كبش الفداء، رغم اللي هو معناها ساعات في بعض الأحيان ما قام شيء، وإنما ثم وضع موضوعي أدى إلى تأزم بالشكل هذا. ومن ناحية أخرى هنالك رغبة في الدفاع على من تم تعيينه. معناها وقعت المحاولة الأولى معناها في ظن أكتوبر 2012، اجتماع كبير في انطلاق الحوار الوطني في قاعة المؤتمرات بدعوة من اتحاد الشغل، وما كانت دعوة من الأطراف الاجتماعية، من الأطراف الأربعة مش الأطراف الاجتماعية، من الأطراف الأربعة. ولبيت الدعوة للحكومة باسم رئيس الحكومة والرئيس المجلس التأسيسي والرئيس الجمهورية حاضرة. كما قلت لك مقبلين كمعناها فما أحزاب قاطعة قالت احنا ما نشاركش، معناها سي بي ار وحركتنا هذا قالوا ما نشاركوش في الجلسة دي باعتباره التفاف على الشرعية الانتخابية. ثم معناها تواصلت الحوارات بالتوازي، لكن معناها الانطلاقة الحقيقية قعدت معناها فترة اللي ما فماش حوار سياسي مفتوح. معناها عملية التحقيق استمرت كذلك تقريبا 6 أيام، المعطيات الكل جمعناها
حكينا مع السيد المكلف بمهمة لدى السيد وزير الداخلية أنذاك، معاه نطق رسمي باسم الوزارة، وكذلك سي سعيد المشيشي اللي هو كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وبطبيعة الحال هما زادا زودونا بمعلومات، والمعلومات هذه زودوها لنا يعني زودونا بها كسوة أرقام في علاقة بعدد الإصابات اللي تعرضوا لها مختلف الوحدات الأمنية المتواجدة، واللي أنواعها ثلاثة: عدد ضئيل جدا قوامه الحرس الوطني، عدد متوسط قوامه الأمن الوطني، وخاصة وذوما الأعوان الميدانيين اللي تقريبا نسبت لهم أهم التهم في الاعتداء على المتظاهرين بالرش، اللي هم أعوان النظام العام يعني اللي متعرف عليه في لهجتنا الدارجة أعوان الباب، واللي جاءوا من مختلف وحدات حفظ النظام في الجمهورية، وخاصة من ثلاثة أفواج: فوج باجة وفوج قصة كذلك والفوج المركزي لهنا في العاصمة. خذينا المعطيات مع عند وزارة الداخلية، خذينا الصور مع عند وزارة الداخلية، خذينا إجابات وزارة الداخلية حول الاتهامات التي توجهت لهم، كل سواء من عند المتظاهرين وإلا من عند شهود عيان وإلا كذلك حتى من عند الصحفيين، وبعض المعطيات اللي خذيناها مع عند السلطة الرسمية يعني مع عند وزارة الداخلية كذبناها بأدلة دامغة. مثال بسيط: وزارة الداخلية قالت بأنه أحد منظوريها وقع استهدافه بآلة حادة من طرف أحد المتظاهرين. كمشينا نعينه ومشكورين المصالح الصحة الجهوية في المستشفى الجهوي بسليانة، مكنونا حتى من الصور ومن الفيديوهات، مشينا نعينه واتضحوا أنه السيدة ذا ما استهدفه حتى حد، غايته ما في الأمر وأنه الباب متاع الباقة متاع السيارة الأمنية تسكر عليه في يعني في غفلة منه ومن سائق السيارة، حلوا جرح على مستوى أذنه اليسرى، فأسعف نفسه مع فيلق كبير ياسر من زملائه وعملوا حالة متاع ترهيب كبير ياسر في المستشفى. المعلومة اللي تأكدت منها لجنة التحقيق هو أن أغلبية الأعوان المستنجدي بهم على الميدان هما من المستجدين، والبعض منهم، وهذا الخطير، البعض منهم مازال ما كملش فترة التكوين متاعه بسلك الأمن، والبعض منهم، وهذا تقريبا تأكدنا منه بنسبة 100%، وأنه الأسلحة التي جهز بها البعض منهم، ونحكي خاصة على سلاح الرش اللي نوع متاعه شوزن، واللي القطر متاع حبيبات الرش هو الواحد مليمتر، هذه القطر يتراوح ما بين 3 و5 مليمتر، والنوعية ذي متاع حبيبات الرش كما أكدوا الدكتور فوزي الشرفي اللي عاين بمستوى مستشفى الهادي الرئيس عديد الإصابات، قالوا أنه الخاصية نتاع القطر ذي وأنها تخترق وما نجم يوقفها كان العظم. ذاك علاش قينا برشا مثلا بين قوسين برشا إصابات نتاع وضعيات نتاع أطباء كسوا في تونس ولا حتى في فرنسا، عجزوا وخذوا قرارهم باش ما يستأشلوش حبات الرش من البدن. علاش؟ لأنه استقرت في مناطق قريبة ياسر من المخيخ ومن المخ نتاع، نحكي لك مثلا على الشاب حمدي البراري ولا الشاب مروان العياري. نحن كلجنة تحقيق ما ثبت لدينا إذا كان نقولوا منطقة الحرس الوطني بسليانة قد استهدفت للحرق، نقول لك نعم، ولكن بعد كلمة نعم يلزمني نزيد نأكد، استهدفت الحرق بعد ما زغرت الرش، يعني مساء 28 الأمور كل خرجت على السيطرة، مساء 28 سليانة لا هي تشيع في جرحها، قينا وضعية السائق نتاع سيارة الإسعاف اللي خارج من مستشفى سليانة في اتجاه العاصمة اعتداوا عليه أعوان الحرس أعوان النظام العام على مستوى منطقة حفوز، يعني تقريبا 6-7 كيلومتر على مقر ولاية سليانة، ومنعوه باش يسعف الجرحى. منطقة الأمن الوطني بسليانة باركونتر على العكس ما وجدت لوزارة الداخلية ما قينا حتى دليل، حتى أمارة لا مادية ولا قانونية تبين وأنها استهدفت للحرق. أكدنا منه هو أنه نهار 27 و28 جميع الأحداث كانت في علاقة في محيط الجغرافيا بتاع مركز ولاية سليانة، هذاك علاش فما صحيح حجارة، فما حجر ضرب ولاية سليانة، فما دقاء مادية كبيرة ياسر بولار كبير طاح، وبطبيعة الحال هذا نهار 27. نهار 28 ما فماش حتى مقر سيادة، العكس هو الصحيح، نهار 28 هي اليوم المطاردات الممتاز، يعني المطاردات ما عادش تقتصر على فناء ولا محيط ولاية سليانة، لا، ولينا ندخلوا للنهجة نقتحموا في حرمات المساكن، نلقيوا العبوات الغاز المثيرة للدموع اللي فيها زوز ملحوظات زادة مهمة جدا. اللجنة وقفت بالدليل القاطع على أنه واحد بعض العبوات الغازية، بعض القنابل المثيرة للدموع اللي بكلها كانت تقريبا مستوردة إما من أمريكا ولا من البرازيل، بعض منها مصنع منذ 1984 بما يعني وأنه انتهت
صلاحيتها، وإذا كان انتهت صلاحيتها وهذا ثابت علميا ومخبريا كذلك، فإنه قدرتها التدميرية للجهاز الهضمي والعصبي هامة جدا. هذا كان لشقينا مثلا السيدة ناجية شعلية ربي صبرها فقدت جنينها وأجهضت في ديلتها، ما سنتش في ديلتها أجهضت جنينها. علاش؟ لأنه البومبة بتاع الغاز ترمات في الفناء بتاع منزلها. قينا اقتحام لعديد المحلات التجارية، قينا كذلك تهور في يعني مواجهة المتظاهرين، فما ناس عندهم مرة عابري سبيل ما عندهم حتى علاقة لا بالمظاهرين ولا بالرقعة الجغرافية متاع المظاهر، يعني في أحياء متفرعة جدا على أحياء طيب المهيري بسليانة ولا أحياء المسكية بسليانة ولا حي صلاح بسليانة عاد جدا. ورغم ذلك استهدفوا، البعض منهم دهسوه بسيارة أمنية، لاحظنا وهذا ثابت جدا. فما عنصر متاع مباغتة في لمح البصر يبدو، وهذا يثبت زاد ما غير ما نقوله، يبدو أنه قرار مركزي اتخذ لتطويق هذا التحرك الاحتجاجي والحيلولة دون تمدده على الأقل في معتنديات سليانة، اللي أجت دعني أقول المتظاهرين وبين ظفرين حرضتهم على رد الفعل وعدم الصمت والتسليم هي بعض التصريحات الإعلامية ليلتها خاصة ليلة 27 ونتذكروها الناس كل، بعض التصريحات الإعلامية التي حسوا فيها أهالي سليانة أنهم محقورين. وثابت في خاصة في ليلة 27، لأنه للتأكيد وأنه الرش استعمل في ليلة 27، وللتأكيد أيضا وهذه مهمة معلومة ربما ما يعرفهاش برشا الرأي العام، وأنه الرش قد استعمل سابقا مثلا في أحداث الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية والأحداث دوار هيشل استعمل، ولكن أما هل استعمل هو الرش كاليبر 1 مليمتر جديد اليوم، الشوزن الكاليبر نتاعه اونتر 3 و 5 مليمتر، واللي القدرة نتاعه التدميرية يعني كعبة الرش تخترق. الثابت أنه القرار اتخذ، وهذا المسناه حتى من عند وقت اللي تواصلنا مع القيادات الأمنية الجهوية، اتخذ على مستوى مركزي اللي ثبت مش كان لجنة تحقيق للناس كل، للقضاء، للرأي العام الوطني والدولي، وأنه منذ انطلاق الرش وقفت الأجهزة الأمنية المركزية يعني القيادات الأمنية وقفوا على حقيقة القدرة التدميرية متاع هذا السلاح متاع سلاح الرش، وقفوا كذلك على حقيقة كثرة وتهاطم الضحايا ولو بالعشرات، وقفوا كذلك على حقيقة تجاوزات بثتها مختلف العدسات متاع الإعلام الوطني العمومي والخاص وكذلك الدولي، ورغم ذلك لم يحركوا ساكن، ورغم ذلك واصلوا تزويد منظورهم من الأعوان الميدانيين بالتعليمات بمواصلة استهداف المتظاهرين. وكما قلت لك نهار 28 نوفمبر من الصباح معناه من الفجاري بدينا نستهدفوا ونحصدوا في الضحايا، هذا ربما بريزومسيون قرينا على انه التعليمات كانت مركزيه، وقرينا كذلك على انه هناك اصرار على مواصله تنفيذ تلك التعليمات بخينا المنهجيه او دعني اقول الهيكليه نتاع وزاره الداخليه. وكما تعرفوا الهيكليه نتاع وزاره الداخليه يحكمها الامر نتاع جويليا 2007، والهيكلة هذه قوات الأمن الداخلي جميعها ترجع بالنظر للسيد وزير الداخلية، يؤمرها عن طريق بنفسه أو عن طريق السيد المدير العام للأمن الوطني، وعلى ضوء التجاوزات اللي سجلناها في الميدان، سجلنا تجاوزات مثلا في صف أعوان النظام العام، المسؤولية يجب قانونيا وجزائيا يجب أن تلقى أولا على عاتق السيد المدير العام لوحدة التدخل قبل أن تلقى على عاتق العون الميداني، لأنه أنا ذاك من حقي ومن حق الرأي العام باش يقولوا العون الميداني ذاك كبش فداء راح ضحية ثم ما ذنبه، أنا نعم من حقي نتسأل، وربما نحط في نفسي في وضعية محامي هذا العون البسيط اللي تتوجه له التهمة ويهز القضية الكل ويهز الجمال بما حمل، ما ذنبه إذا كان واحد جاته تعليمات إن خالفها يصبح محال على ما الشرف، ما ذنبه إذا كان جاته أوامر باش يستعمل سلاح غريب عنه، ما ذنبه إذا جاء قرار من السيد المدير العام للتكوين أخرج من المدرسة يزم التكوين والتحق بساحة الوغاء، وهكذا كانوا يسمونها ساحة وغاء لأنه مواجهة أهلينا في سليانة كانت حرب، ما كانتش تطويق احتجاج ولا احتواء أزمة. في سليانة الأعوان الكل خدموا يعني البوت متاعه ما ينحيهاش لمدة 48 ساعة، كان ممنوع عليه الماكلة الوجبة ما توصلوش، هذاك علاش في عديد الأحيان وصارت حتى في سليانة سبحان الله الجوع كافر، بعض الأعوان متاع الأمن اقتحموا محلات تجارية خلعوها باش يأكلوا حاجة. نرجع لك إلى نقطة وأنه وزارة الداخلية خبت علينا، أعطتنا كان ما يشفع لها ربما ما يبما يدافع على مصلحة وما أعطتناش ما يدينها. الوثيقة اللي أسسنا عليها هذا التقرير والوثيقة حجر الزاوية اللي تأسست عليه من بعد الشكاية الجزائية
اللي تقدمت القضاء العسكري هي هذه الوثيقة تاع دار لقمان تاع وزارة الداخلية، يعني وثيقة داخلية ولكنها رسمية. أنا تسبق وصرحت أن المدير العام للأمن الوطني آنذاك، وكان تسمحوا لي نسميه سي عبد الحميد البوزيدي، صرحت بأنه كان مترشحا في قائمة انتخابية تشريعية بولاية المهدية في الرتبة عدد 4 على حزب حركة نداء تونس، واعتبرته شخصيا، والكلام هذا لا يلزم زملائي اللي نحترمهم برشا في لجنة التحقيق، ولا يلزم المنظمة اللي رعات هذا التقرير، يلزم كان شخصي، اعتبرته أنه هذا سقوط أخلاقي، لأنه لا يمكن أن نرنو إلى المستقبل، لا يمكن أن نصلح، لا يمكن أن نأمل في إصلاح أي قطاع، مش كان فقط القطاع الأمني، بمن ضلع في استهداف المتظاهرين، بمن ضلع في خرق القانون، وبمن ضلع أيضا في استعراض جبروته وتحديه للقوانين. سليانة هي مهمشة على مدى العصور، يعني لأسباب عديدة. أولا ما فماش إرادة، خلينا نقوله في العقود اللي تعدت في العهد السابق ما كانش تما إرادة للبلاد هذه حتى منذ الاستقلال. سليانة في عام 90 ووقت أيضا مسيرات مظاهرات للتنديد بالتهميش، لأن التهميش تواصل في العهود الكل، ووقعت أيضا اعتقالات، وقعت مداهمات في المنازل، معالجة أمنية كبيرة على الأحداث هذه. شنية أسبابها؟ أسبابها نفس الأسباب اللي انتعمت 2012. بلاد توسليانة يقول ما عندهاش إمكانيات، بالعكس سليانة تحتوي على إمكانيات عديدة، ما نحكيش على تقاتل البشرية والكفاءات اللي عندها، يعني كفاءات حتى من عهد الاستعمار قبل ذلك مع حمد بن الذياف ومع غيرهم والأدباء، وحتى معناها كفاءة علمية أيضا، لكنهم كلهم هاجروا أغلبيتهم. سليانة فيها مخزون ثقافي، سليانة أكبر جهة تحتوي على آثار حنبال، زامة، وقعت زامة معروفة، زامة هي سليانة أصلها، زامة منطقة جامة الآن تتسمى بعيدة بعض الكيلومتر على سليانة، فيها حنبال ومعروف، لا لا لا. يعني فيها آثار عديدة في مكثر، في بعرادة، في سيدي برويز، في كل، ولكن لحد الآن ليست هناك متاحف متاع أثار في الجهات هذه، بالعكس من الأثار السياحة هي مخزون سياحي كسرة من أحسن الأماكن، في أيضا في الجبال الموجودة فيها في سليانة، المناطق الطبيعية ممتازة جدا، يعني كان ربما كيف يعملوا سياحة ثقافية على الأثار، السياح الكل يحب يشوفوا الأثار، متواجد الأثار، لكن هذه مهملة تماما. سليانة فلاحيا أراضيها خصبة، نعطي مثال على أرض الكريب مثلا، ولا برقو، ولا عديد من المناطق الأخرى، هي يعني خصبة جدا، لكن الإشكالية أنه ما ثمش تشجيع، ليست تكون سياسة استراتيجية متكاملة عبر العقود المتعددة لتشجيع السياحة لخلق مصانع يعني تحويلية، فمش مطاحن مثلا، فمش يعني متاع طماطم، متاع سليانة فيها الماء الطبيعي سخون وبارد، الماء من عين بوسعدية كان يجي الكرتاج، يعني ماء ممتاز جدا، ولحد الآن المشاو الناس اللي يمشوا لمنطقة بوسعدية كأنهم موجودين في سويسرا، يعني ما فماش نزل غادي، ما فماش نزل، يعني هذا هو التهميش. الطرقات كما قلت بنية تحتية مهترئة جدا، علاش نستنوا حتى الآن باش نعملوا شركة جهوية للنقل؟ علاش نستنوا حتى الآن باش نعملوا معهد نموذجي؟ طبيعة الحال هذا كل يؤدي الاحتقان ويولد شعور بالغبن، ويولد أنا سري، أنا نعرفها مش عارف بلادي، أما كي بديت نعرف ما تغيرش ما وسط المدينة، يعني إن شاء الله الآن معناها فما عديد الشوانت المحلولة في سريانة، لكن نجم نقوله أن يتأخر كثير. هذا المعالجة الأحداث كانت معالجة أمنية، نهار 27 حسب الأحداث أنه وقع لما معتصمين طالبوا مقابلة سيد والي آنذاك رفض، وبعض أطراف حاولوا يدخلوا للولاية، فوقع استعمال الغاز المسيل للدموع. التقرير أثبت أنه الغاز هذايا من عام 84، يعني انتهت صلاحيته، ثم ما وقعش استعمال تدرج خلاف القانون 69، ثم في المساء وقعت ملاحقة لأنه بعض
حسب التقرير أنه بعد بطبيعة الحال لما وقع استعمال الغاز مسيل الدموية بعض المشاركين الصغار وكل استعملوا الحجارة بطبيعة الحال الإنسان كبير وقعت ملاحقتهم وقع يعني يعني عقاب جماعي ملاحقتهم في الأزقة في الأنهج في المدينة سريانة وقع استعمال العشية الرش ومن غد غد في نهار 28 نوفمبر وقع استعمال كثيف للرش والرش هذا محرم الرش وقع استعماله أولا من ناس من العوان في الظهر وفي الوجه يعني ما كانش دفاع على النفس تضرب على الظهر إنسان هارب تضربه بالرش أيضا تضح أنه عديد الأعوان جدد من التقرير يعني ما يعرفوش استعمال لا القنابل المسيلة للدموع وهذا كان جو يعرفوا القانون ما يستعملهوش بقدر ما كانت الصورة نتاع خروج الأهالي من سليانة وكيلومترات عديدة وش يخلوها معبرة ومؤثرة في العالم أثرت فينا جميعا وقدر نتمناهم عاش تعاود نحبوا أهالي سليانة يتشبثوا ببلادهم يخدموا بلادهم يخدموا أراضيهم يخدموا المنطقة ولكن هذا يتطلب توفير إمكانيات يتطلب إرادة سياسية انتقال الديمقراطي يبقى مهدد مادام ما ثماش انتقال اقتصادي واجتماعي مادام ما ثماش يعني تفعيل التمييز الإيجابي للجهات المهمشة. آخر شهادة الليلة سنستمع إلى السيد علي البراري السيد عادل معيزي سيقدم الحالة. شكرا. السؤال الذي يردده أهالي سليانة باستمرار لماذا نحن من استهدفون بالرش دون غيرنا من المحتجين في المناطق الأخرى حتى أصبحت هوية أهالي سليانة مقترنة بأحداث الرش مما حدا بأحد الشعراء لكتابة ديوان شعر بعنوان نحن اللي ضربونا بالرش في انتظار أن يعترف المسؤولون في كتاب بديل بعنوان نحن اللي ضربنا بالرش. في هذا السياق ذكر علي البراري أن شقيقه حمدي البراري البالغ من العمر 16 سنة أنذاك توجه يوم 28 نوفمبر 2012 إلى وسط مدينة سليانة قصد قضاء بعض الحاجيات حذو السوق البلدي أين كانت قوات الأمن تلاحق مجموعة من المتظاهرين ليفاجأ حمدي بعون أمن يطلق عليه الرش من نافذة سيارة أمنية وعلى بعد 5 أمتار ليصاب في كامل جسده نقل إلى المستشفى ثم إلى مستشفى العيون بالعاصمة حيث أجريت عليه عمليتين جراحيتين على مستوى العين اليسرى لاستئصال حبات الرش التي استقرت داخل العين إلا أنه ونظرا لخطورة الإصابة لم يتمكن الفريق الطبي من ذلك نظرا لاستقرار الرش بالشبكية بتاريخ 20 ديسمبر 2012 تم إرسال حمدي إلى باريس من قبل وزارة الصحة صحبة مصابين آخرين ليقيم بالمستشفى العسكري فالدوغراس أين خضع لعديد الفحوصات الطبية وعمليات جراحية قصد استئصال حبات الرش بعد إزالة زجاجية العين إلا أن خطورة الإصابة حالت دون ذلك ثم عاد إلى مستشفى ببلجيكا ثم تواصلت فترة العلاج لمدد متفاوتة ولكن دون جدوى خاصة بعد تعفن العين اليسرى مما اضطر الأطباء إلى إزالتها وتركيب عين صناعية بمساحة خاصة بفرنسا انقطع حمدي البراري عن الدراسة وأثرت الإصابة في حالته النفسية خاصة بعد أن أعلمه الأطباء أن خطر فقدان البصر يهدد العين اليمنى أيضا مما جعله يرفض العودة إلى تونس
حتى انقطعت أخباره كليا عن عائلته بسليانة منذ 2016 بعد أن استقر بفرنسا وغادر مقر إقامته هناك إلى وجهة مجهولة على حد تعبير شقيقه علي، فليتفضل للأدلاء بشهادته. السلام عليكم، أنا علي البراري، أخو حمدي البراري. حبيت نحكي على سليانة كلمتين. سليانة بلاد مهمشة محقورة منكوبة، عملونا حقل تجارب والشباب نتاعها في أران تجارب يجربوا فينا في الأسلحة نتاعهم. نرجع للواقع، في نهار الأربعاء خويا مشى يقرأ، مشى بحذايا كيك صغار كل لمجة كعبة يغرط، مشى يقرأ على روحه من باس ويعطينا، رجع لي قال لي رمك قريناش. قلت له حمودة ما لغت بحذايا خويا، فهمتني ما فهمش قرايه، اقعد بحذيه بعد على الدنيا كلك بحذيه في النصب، بيعرف شوي غله يعني، واحنا غله تفسد ما نجموش نسكر نغطيها، النصب تفسد. قال لي به قعد بحذيه شوي وفت عليه الساشيات. قلت له حمدي خويا ماك تعرفه من وبليه من با 200 متر على المرشي، قلت له جيب لي بسيك الساشيات ويجين. قعد يمكن 10 دقائق وهي ما تسحقش 10 دقائق ما جاش. تعدي خويا الاكبر منه بعامين، قلت له هاني برا امشي شوف على اخوك، راهي الدنيا خايده وما جانيش. زيت بعث خويا الاخر زيد ما رجعش، ميم با درجي طلبني واحد الحومه قال لي اجي رم اخواتك في الارجونس. مشيت نجي للارجونس نلقاهم قالوا رم عدوهم لتونس. من غادي بدات القصه، مش تونس نقعدوا 23 يوم مع اخواتي ومع سليانه كامله غادي وربي يعلم بها. مشي عمل زوز عمليات، ومن بعد مشي مع ولاد الضرب ومشوا لفرنسا، ومن بعد زاد رجع لبلجيكا عمل يمكن 4 عمليات. من بعد روحوا به سليانة صافا صافا لاباس، نبدو صاهرين في الصالة كيما هكا، يشد عينيه اللي صار المضروبة يعمل كيما هكا صافا، شد عينيه لاباس عليه يعمل كيما هكا. هاني شفت شوية ضوء، كي يشوفوا شوية ضوء نعدوا احنا فرحانين. غدويكا يعمل كيما هكا معاش نشوف الضوء، تولي عبارة ميتة في الدار. باه نهار من نهارات نفرع في وراق، وشنو حمدي هذا مش جبتهم معاك من فرنسا شنو الوراق هذا؟ قال لي راهو هذايا رابور نتاع طبيب. باه انا بحكم خويا نفسيته تعبت هزيته مشيت لتونس نعملوا في دور، عيط لي باب انا اكبر منه بعشر سنين، عيط لي باب مربي هنا. مشينا فما طبيب، قلت والله خلينا نشوفوا الرابور هذا يقراه لنا الطبيب. السلام عليكم، قلت له طبيب امور نفس امور انسانيه راهو خويا كذا وكذا يقرا. قال لي خوك راهو عطيه رانديفو في ظرف 20 يوم لازم يعمل عمليه استئصال العينه، خاطر دخلت ابار ابار كما تشوفوا ابار الرش الكل جاء في بدنه في وجهه من مسافه قريبه، راهو يلزمو يعمل استئصال العينه. روحت البابا ماني فاهم شيء، قلت له بابا راهو كذا وكذا. جرينا مشينا منا جرينا منا ما حب يسمعنا حد باش يعاونونا في العمليه، ما سمعنا حد. تلز بابا وبعنا دارنا، تصورها انت الاستثمار اللي عمله بابا، مشى بيع الدار، ناس بيع ديارها باش تقعد ولادها، ونحن بابا بيع الدار باش عملنا عمليه لخويا نحول عينيه. خويا يفهم شوي كي يحكوا الطبه في بيناتهم نحولوا الفاصمه، قالوا هذايا بحكم الرش عملوا الماده في عينيه، راه عينيه الاخرى تمثل بالماده، راهو من 7-10 سنين وكمل عينيه تسقط وديجا نقص تنظر. الطفل كي سمع الكلمه هذيك نفسيته تحطمت جمله، هزوه للسونتر نتاع الايتام بحكم هو مينور 16 سنه. الايتام هذوما اللي ما عندهمش سند، ما عندهمش كليه تلهى بهم، مجهولين الهويه باش تلهى بهم. الوليد دخلوا خرج في الحل، ملف يحكي معنا بالتليفون، قعد بريود يحكي معنا بالتليفون وما يقروا فيه لهين بيه، فهمتني كذا. من بعد إذا حسيته تبدل، أخزر أنت حط روحك عينه كيفاش 16 سنة ما شاف شيء من الدنيا، عينه شحمة شحمة، هاي من هنا الصورة أوضح، أخزر عينيه كيفاش شحمة. بيه عملنا المستحيلات، معارفنا أقاربنا جروا في جرت وحبوا يحيطوا به نفسانين كذا، طول خاطر ما قبلهاش، ما قبلش الشوك اللي مش يعدي بقية عمره، مش وصل مثلا 22 سنة مع شوخ زربيني. من عنا تو عام بالضبط، عام كل مرة يجينا واحد يقول راني شفته
في البلاصه الفلاني، شفته في المحطه الفلاني، شفته في القهوه الفلاني، بحكم احنا سريان اكثريه تعيش في فرنسا ولاد عمتي وكذا. باه لان محمد رسول الله اخر مره راقد في محطه نتاع تران، جو سرقوا له ساكوش نتاعو، فيه باسبور، فيه تليفون، فيه فليسيت، ما عنده حد شيء. عنا عام ما نعرف عليه حد شيء. انا نطالب الدوله هذه كدوله قانون، كمؤسسات، يجيبوا لي خوي، خويا ليزي تحطم في عيني وتحطم في نفسيته ونعرفوا عليه حد شيء. ونطلب منهم وما كي ضر وضريتوه وما صلحوا شوي، صلحوا شوي، خاطر عبيد عطت عينيها، فما عبيد ري ما تخزرش، فما عبيد ري ما ترقدش. انت زعما يا مسؤول يا رجال الدوله، زعما انت كي قاعد في الصاله او تتفرج فينا وليدتك بحذاك، انت كي تشوف خوك ولا ولدك كيما هكا، زعما يجيك انه ترقد؟ زعما ضميرك يلي امرت بالضربان ولا ما ضربتش ولا كذا، ولا حتى انت مسؤول تنجم تعمل حاجه تفيد وليد سليانه وتفيد وليداتها اللي تعمت؟ عبيد ري سقطت عز حاجه عندها، ما فهمش مظهري كان فما حاجه اعز منظر. ناس راي عينيها مشت، احنا رانا كدار عائله منكوبه، اصبحت انا نعاني في قضاء ربي ونعاني في قضاء خيوتي ونصرف على دارنا وكيري ب 300 دينار، فهمتني؟ علاش ما ندريش كنا عايشين محلانا مريقلين ما ندريش. وعلى فكره نحب نشكر زوز من الناس هما اللي وقفوا مع خويا وحاطوه نفسانيا، سي احمد الشافعي وسي الهادي العطياوي، هما اللي وقفوا مع خويا وربي يبارك لكم. شكرا علي، ان شاء الله وصلت صوت سليانة الكل مش صوتك فقط، وان شاء الله الدوله تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف. نشكر الجميع ونلتقي ان شاء الله في جلسه اخرى. الى اللقاء.